محمد رابطة غير نضال صمدي. نحييكم مشاهدينا متواصلون وإياكم في هذه التغطية المباشرة من قناة الميادين. نحن نواكب تطورات المشهد في اليوم الثاني من الهدنة التي تم إيقاف إتمام الدفعة الثانية في هذا اليوم من عملية التبادل بعد إخلال إسرائيل بالتزاماتها ببنود اتفاق الهدنة، إن كان على مستوى الالتزام بمعايير الأقدمية بالنسبة للأسرى الفلسطينيين وأولوية أيضا الأسرى من القدس. تم أيضا محاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية التي هي ضمن بنود الاتفاق بالوصول إلى شمال قطاع غزة المحاصر، وكذلك من ضمن الخرقات إطلاق نار كان على الفلسطينيين في قطاع غزة في تجوالهم الذي يفترض أنه يعني ملزم إسرائيل بحرية تنقلهم في قطاع غزة في أي اتجاه يريدون. في أيام الهدنة الأربعة القسام أوقفت العملية وجرت اتصالات واسعة، أذعنت إسرائيل لبنود الاتفاق ومن ثم تحركت الأمور. آخر المعلومات بأن هذه المرحلة بالفعل عادت عجلتها للحركة ووصلت يعني سيارات الصليب الأحمر إلى معبر رفح الدولي بين مصر وقطاع غزة المحاصر تحمل المحتجزين الإسرائيليين. نحن نشاهد صور مباشرة من معبر رفح، قبل وقت قليل كان هناك وصول لهذه السيارات، والعين الآن على يعني معتقل عوفر حيث مدير مكتب الميادين حقيقة في فلسطين المحتلة، هكذا يطل علينا من بيت لحم، وكذا معنا زميلنا علم الصباح الصحفي من رفح. سنأخذ رسالتك زميلنا علم، كيف هو المشهد كان في هذه الصورة حيث نرى المعبر الآن خالي، قبل قليل كنا نشاهد سيارات الصليب الأحمر. علم؟ نعم، تنقل لنا يعني تطورات الأمور آخر المعطيات، وعلى ماذا خلص المشهد بعد أن شهدنا سيارات الصليب الأحمر تحمل المحتجزين الإسرائيليين مع بدء يعني عودة عجلة تنفيذ الاتفاق في يومه الثاني؟ نعم، يعني قبل قليل دخلت ما يقارب 4 جيبات تابعة للصليب الأحمر الفلسطيني، عفوا الصليب الأحمر الدولي، نقلت على إثرها 17 أسير منهم 13 أسيرا إسرائيليا وأربعة من دولة تايلاند. خرجت أيضا الجيبات قبل لحظات، وهذا ما يؤكد تسلم الجانب المصري للأسرى الإسرائيليين والتايلانديين فيما بعد سيتم نقلهم إلى الاحتلال الإسرائيلي. هذا كان المشهد. طبعا تأخر وصول الأسرى الإسرائيليين ما يقارب 4 ساعات أو حتى أكثر من 4 ساعات، وذلك نتيجة تعثر في المفاوضات، منها عدم السماح للشاحنات بدخول شمال قطاع غزة وما إلى ذلك، ولكن وسط ترتيبات أمنية مشددة دخلت هذه الجبات إلى معبر رفح وخرجت فارغة، وما هذا ما يدل أيضا على التأكيد بأن الأسرى الإسرائيليين قد تم تسليمهم إلى الجانب المصري ومن ثم إلى الجانب أو جانب الاحتلال الإسرائيلي. أيضا يعني لا زالت حركة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمواد التموينية لا زالت مستمرة بوتيرة مضاعفة عن الأيام السابقة، نتحدث عن أيام العدوان الإسرائيلي. أيضا حتى شاحنات الوقود وشاحنات الغاز المخصصة للاستخدام الآدمي أيضا دخلت قبل وقت قصير، أو هي تدخل أصلا منذ صباح هذا اليوم. بالأمس كان هناك دخول ل 84 طنا من الغاز الطبيعي و 150 ألف لتر من الوقود، بالإضافة إلى أكثر من 200 شاحنة تحمل مواد إغاثية أو مواد تموينية ومواد غذائية ومستلزمات طبية. أيضا بالأمس دخل مستشفى ميداني أردني إلى قطاع غزة، سيتم إنشائه طبعا بجانب مشفى ناصر الطبي أو مجمع ناصر الطبي. أيضا في ساعات الليل، في ساعات ليل أمس دخل أيضا قافلة أخرى تحمل مشفى إماراتي، سيتم طبعا إنشائها في ملعب شباب رفح في وسط مدينة رفح لتقديم طبعا الإغاثة الطبية
للمواطنين بشكل عام. يعني الآن نحن في اليوم الثاني ودخلنا يعني حرفيا في اليوم الثالث. المساعدات مستمرة بشكل مضاعف، حتى مرور الأسرى مستمر حتى وإن تأخر ذلك. بالأمس كان هناك دخول أيضا للأسرى الإسرائيليين ورصدنا ذلك هنا من معبر رفح، تأخر وصولهم ساعتين. كانت هناك ترتيبات أمنية وتكتيكات أمنية جديدة من المقاومة الفلسطينية. بالأمس الجميع تحدث بأن الأسرى هم في الجانب المصري وتم تسليمهم من الاحتلال وما إلى ذلك، ولكن فعليا الأسرى كانوا في قطاع غزة، و رأينا مرورهم هنا في معبر رفح عند الساعة السادسة مساء. وعلى ما يبدو أن هذا تكتيك جديد من المقاومة الفلسطينية، حيث أن جميع وسائل الإعلام تحدثت بأنهم وصلوا وعبروا إلى الجانب الإسرائيلي، وحتى أن الشباك جلس معهم وما إلى ذلك. ويعني المقاومة دعمت هذا الحديث بتكتيك جديد. الجميع كان يعلم أنهم دخلوا وما إلى ذلك، ولكن حرفيا كانوا في قطاع غزة ووصلوا هنا إلى معبر رفح وسط تكتيكات أمنية. لأن بالأمس يعني عند الساعة الرابعة، الساعة المقررة لدخول الأسرى، كانت هناك طائرات إسرائيلية تحلق في أجواء معبر رفح. كانت هذه الطائرات حتى محملة بالصواريخ، كانت على ارتفاعات مرتفعة. لذلك على الأغلب أن تكتيكات المقاومة كان لها حسبان، كما يعني شاهدنا حتى اليوم أو قبل قليل كان هناك هدير لصوت الطائرات الإسرائيلية، نتحدث عن طائرات حربية. أيضا قبل قليل كان هناك تحليق للطائرات المسيرة الإسرائيلية على ارتفاعات عالية نوعا ما، ولكن صوتها مسموع، وهذا يعد أصلا خرقا للهدنة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولكن يعني بحمد الله مرور الأسرى الإسرائيليين تم بشكل يعني صحيح وتم بشكل إيجابي من قبل المقاومة الفلسطينية. الترتيبات كانت جاهزة، الأمور مشت وسارت على ما يرام، والأسرى بالفعل تم تسليمهم إلى الجانب المصري، وفي هذه اللحظات يعني يتم تسليمهم إلى الاحتلال الإسرائيلي. حتى يعني أرى الآن يعني شاحنات تغادر معبر رفح وهي شاحنات مساعدات تموينية وغذائية، لا زالت هذه الحركة مستمرة حتى الآن. هذه صورة الوضع حتى الآن من معبر رفح. أما على الوضع الميداني في مدينة رفح فبدأت العودة يعني إلى الحياة بشكل أشبه بالطبيعية. هناك حركة في الأسواق، حتى حركة في يعني تجول السيارات حتى المواطنين، ولكن يعني هناك طبعا صعوبة في الحركة في الليل نظرا لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل منذ بداية العدوان طيب. الإسرائيلي. نشير زميلنا علم صباح إلى أنه العجل على شاشة الميادين، قوات الاحتلال تقوم بالتنكيل بأهالي الأسرى في محيط سجن عوفر غرب رام الله، حيث ينتظرون تحرير أبنائهم. ونحن نتحدث عن ممارسات تحاول قوات الاحتلال بشكل أو بآخر سلب الفلسطينيين من احتفالاتهم بتحرير أسراهم، بعنوان يعني أيضا الشكر والتقدير للمقاومة للإنجاز هذا. يعني بحد ذاته يمثل لإسرائيل ضربة كبيرة على المستوى المعنوي وعلى سلم ما وضعته من شروط لعدوانها على غزة. هذا يحيلنا إليك زميلنا ناصر اللحام، ما هي يعني المعلومات الواردة حتى الآن لطريقة التفاعل الإسرائيلي إعلاميا وعلى المستوى السياسي والأمني والعسكري، خصوصا في الساعات الأخيرة الماضية؟ تحياتي رامي. أولا الهجوم بقنابل الغاز الذي تطلقه جبات عسكرية باتجاه الأهالي الأسرى الذين ينتظرون باب عوفر، ومحاولة لانتزاع الأجواء بحد ذاتها، اصطياد الفرح، إطلاق النار على الابتسامة. هناك عشرات الإصابات، من قبل كان هناك 3 إصابات بالرصاص. على ما يبدو أنه رغم الانتظار الطويل منذ ساعات المغرب حتى الآن، والأهالي ينتظرون أبنائهم، وأيضا الأسرى كما سمعنا بالأمس من دون ملابس في البرد ينتظرون وبالجوع في عقاب جماعي للطرفين، للأهالي والأسرى. ومع ذلك هذا لم يكفي بن جبير، هاجم المنتظرين الذين يبعدون مسافة كبيرة ويمنعهم الاحتلال من الاقتراب من عوفر، وهو فقط من أجل التنكيل الجماعي والعقوبات الجماعية. الصور عندك والآن تشاهدين كيف تبدو الأمور. الضفة كلها ساخنة هذه الليلة، 4 شهداء في جنين مع عدد كبير من الإصابات منها خطيرة. إطلاق النار
طال أيضا ساحة المستشفى الحكومي في جنين، قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه من يتواجد هناك. كان هناك مقاومة خصوصا حي السينما عندما حصرت قوات الاحتلال منازل قادة كتائب شهداء الأقصى وقامت باغتيالهم أو اغتيال بعضهم. هناك عبوات ناسفة تم تفجيرها. في البداية جاءت القوات الخاصة، تم اكتشافها وضرب صافدات الإنذار. لا تزال الأحداث في جنين لغاية الآن منذ أكثر من 3 ساعات. في الخليل هناك اطلاق نار واشتباك في منطقة صريف غرب الخليل، وهناك اطلاق نار من جانب الاحتلال باتجاه سيارة على طريق كريات 4 بني نعيم، إصابة 2 فلسطينيين بدعوى أن السيارة لم تتوقف. هناك شهيد في البيرة هو من القدس، فتى صغير 16 عاما، الفتى محمد رياض صالح، على ما يبدو أيضا رصاصة قاتلة، وهو من الذين ذهبوا إلى البيرة وإلى عوفر من أجل استقبال الأسرى. الأمور في الضفة الغربية ساخنة جدا، وكأنه الاحتلال انفلت عقاله في محاولة انتقامية لأنه لم يحقق فرحته في تبادل الأسرى في الدفعة الأولى والثانية. ينتقم، وتلاحظين الصور أعلى يمين الشاشة، صوت وصورة عن قنابل الغاز رامي. نعم، نحن نشاهد الصور إذن من عمليات التنكيل التي أشرنا إليها، وما زال عاجل الميادين على الشاشة يظهر ذلك. إذن هذه يعني هذا جانب من يعني ما قامت به قوات الاحتلال، محاولة التنكيل بالأهالي في محيط سجن عوفر غرب رام الله، حيث ينتظرون نتحدث هؤلاء الأهالي ينتظرون أبنائهم ليعانقوا الحرية في اليوم الثاني من هذه الهدنة، وما شمله أو شملته هذه الهدنة من اتفاقية لتبادل للأسرى. نتحدث عن الأطفال والنساء، تم استخدام الرصاص الحي، وتم أيضا استخدام القنابل الدخانية والقنابل المسيلة للدموع في محاولة تفريق جموع أهالي الأسرى وكذلك الفلسطينيين المحتفلين، ومن حقهم ذلك. هو إنجاز كبير أن نرى دفعة من الأسرى بعنوان الأطفال والنساء يتم إخراجهم من سجون الاحتلال، من واحد من أكثر السجون يعني سوء صيت وسمعة، وهو يسمى أو يسمى يعني سجن عوفر بأنه سجن أبو غريب الإسرائيلي لسوء المعاملة اللا إنسانية والتعذيب والتنكيل. ومن المعتقلات الذي يحوي أيضا سجن خاص بالأطفال في محكمة عسكرية ومركز اعتقال، وهو كما أشرنا من أسوأ السجون سمعة على مستوى العالم. وهذا جانب من الممارسات حتى بما يحيط هذا المعتقل. معنا من أمام أو من محيط سجن عوفر في الضفة الغربية الصحفي محمد العبد، تنقل لنا الأجواء حيث أنت لطفا. تحية لكم جميعا. للتوضيح، أنا انتقلت قبل قليل من أمام سجن عوفر إلى أمام بلدية البيرة، حيث سيتم استقبال الأسرى المحررين. لكن الصورة الآن أمام سجن عوفر هي إطلاق قوابل من قنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال تجاه أهالي الأسرى الذين تواجدوا في محيط المستشفى. إطلاق قنابل الغاز على كل حال لم يتوقف منذ أكثر من 4 ساعات، حيث تواجدهم هناك أمام سجن عوفر. ونذكر أيضا بأن هناك 4 إصابات بالرصاص الحي تم إطلاق النار عليه على الشبان والأهالي في محيط سجن عوفر. الصورة الآن كما تشاهدون أمام بلدية البيرة، تجمع كبير لأهالي الأسرى من مختلف المحافظات الفلسطينية بانتظار وصول الأسرى والأسيرات إلى هذه المنطقة، حيث سيتم استقبالهم بشكل شعبي ورسمي بترتيبات مع بلدية البيرة وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، إضافة للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية هنا في محافظة رام الله. حقيقة أجواء من الترقب يشوبها بعض الحزن. قبل قليل
في منطقه قريبه جدا حيث نتواجد الان، وبالتحديد عند بوابه مستوطنه مشتاقوس. قوات الاحتلال اطلقت النار على شاب فلسطيني وادى ذلك الى اصابته، تركته قوات الاحتلال ينزف لاكثر من نصف ساعه حيث اعلن لاحقا عن استشهاده. ما الذي جرى زميل محمد العبد في البيره وادى الى استشهاد هذا الفتى، خصوصا بانه يفترض وفق الترتيبات تم ابعاد هذه الجموع الى البيره لتكون ضمن الاحتفالات او الاستقبال للاسرى المحررين في هذه الدفعه الثانيه؟ وبالمناسبه نحن نشاهد صوره بلديه البيره ورئيس هذه البلديه معتقل ايضا. نعم، يعني ما جرى في منطقه محيط مستوطن فلسقوط بحسب شهود عيان من الاهالي في تلك المنطقه ان هذا الشاب كان يعني يركب دراجة هوائية وتفاجأ بوجود جنود الاحتلال في تلك المنطقة التي عادة لا يتواجد فيها جنود الاحتلال. جنود الاحتلال أوقفوا هذا الشاب وقاموا بإطلاق النار عليه من مسافة قريبة جدا، ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة، وكما قلت ترك ينزف لأكثر من نصف ساعة وتم احتجاز، لكن لاحقا تم تسليمه للإسعاف الفلسطيني وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي هنا في مدينة رام الله. سيتم طبعا كما أبلغنا تشييع جثمان الشهيد يوم غد هنا في مدينة البيرة. باستثناء هذا الشهيد، يعني الأوضاع هنا في محيط بلدية البيرة هادئة نسبيا، لكن حقيقة يعني الأهالي، بعض الأهالي الذين قدموا من المحافظات البعيدة، على سبيل المثال هناك أهالي قدموا من محافظة جنين وبالتحديد من بلدة صباطيا التي ودعت اليوم هي الأخرى شهيدا آخر وهو طبيب في مستشفى ابن سينا. هؤلاء الأهالي يعني تواجدوا هنا منذ أكثر من 5 ساعات، ويبدو ربما تطلعنا أيضا زميل محمد العبد على الأجواء بالنسبة لأهالي هؤلاء الأسرى الذين ينتظرون الإفراج ومعانقة أبنائهم للحرية، مع الإشارة إلى عاجل شاشة الميادين. إذا شهداء جنين خصوصا اليوم كان في تطورات قبل قليل في جنين وفي اقتحامات وحتى باتجاه مستشفى ابن سينا في جنين، وكان في تصدي بطولي أيضا للمقاومين لهذه الاعتداءات وهذا العدوان على جنين. شهداء جنين عماد محمد أبو الوفا وأحمد أبو الهيجة ومحمد فرحات ومحمود خالد أبو الهيجة، هؤلاء الشهداء ارتقوا في هذه المواجهة في صد اعتداءات الإسرائيلية على جنين ومخيمها، مع الإشارة أيضا إلى أنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن 13 من مواطنينا كما قال وأربعة من التايلانديين عادوا إلى إسرائيل الليلة وأبلغنا عوائلهم. هذا يشير عندما يتم إبلاغ العوائل أنه تم بالكامل الجزء المخصص بتسلم المحتجزين الإسرائيليين، ونحن إذن أمام لحظات قد تكون أو أكثر من ذلك لأن نرى باب سجن عوكر يفتح ليعانق أو تعانق دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين الحرية، تماما للاتفاق الذي أجبرت المقاومة إسرائيل على قبوله والإذعان اليوم على العودة إلى بنوده التي حاولت التملص أو خرقها إسرائيل. محمد، وكنا نسأل عن الأجواء أو أصداء أو حتى ما الذي يقوله أهالي الأسرى، أقل من تم إبلاغهم بأن هذه الدفعة أو هذه اللائحة تحمل أسماء أبنائهم. نحن نتحدث عن 6 نساء، 5 من القدس والباقي 33 من الأطفال والفتية. نعم، يعني حقيقة أجواء صعبة عاشها أهالي الأسرى. تحدثنا قبل قليل مع يعني عائلة على الأقل من عائلات الأسرى، في وقت متأخر جدا علموا أن ابنهم من ضمن هذه الصفقة. كما علمتم طبعا تأخر كثيرا الإعلان عن أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم، لكن هناك فرحة عارمة حقيقة بين أهالي الأسرى. يعني هنا أسير من بلدة نبي صالح إلى الشمال الغربي من مدينة رام الله مصاب بالرصاص الحي في رأسه، الاحتلال يرفض علاجه داخل سجون الاحتلال. العائلة هنا متشوقة للقاء ابنها وتحويله مباشرة إلى العلاج، لأن هناك كما قالت والدته خطر حقيقي على حياته بسبب سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل مصلحة السجون
الإسرائيلية. أيضا في موضوع الإعلان عن أسماء الأسرى، كما حدث يوم أمس، أول من يعلم من أهالي الأسرى بأسماء أبنائهم أهالي مدينة القدس، حيث تستدعيهم مخابرات الاحتلال إلى مراكزها في مدينة القدس في وقت سابق من يعني عملية يعني يوم الساعة الواحدة ظهرا من هذا اليوم تم استدعاء أهالي الأسيرات ومنهي الإفراج عنهم لإبلاغهم بشروط الاحتلال وقيود الاحتلال المفروضة عليهم فيما يتعلق باستقبال أبنائهم. أبرز هذه الشروط كما تحدثنا سابقا هي عدم رفع الأعلام الفلسطينية، وبطبيعة الحال عدم رفع أعلام الفصائل الفلسطينية، أيضا عدم وجود تجمعات في منازل هؤلاء الأسرى، وأيضا تم تحديد أماكن معينة لاستقبال الأسرى. مثلا الأسيرة إسراء جعابيس عائلتها رتبت لها مكانا لاستقبالها، لكن الاحتلال اشترط مكانا آخرا لاستقبال بينما الأسيرة كانت جعابيس. الترتيبات محمد في منزل شقيق الأسيرة إسراء الجعابيس، مجددا يعني إسرائيل اشترطت مكانا أو نقل مكان الاحتفال والالتقاء إلى مكان آخر. هذه من الإجراءات التي تحاول أن تنغص سلطات الاحتلال على أهالي الأسرى بفرحتهم، أو تحاول أن تفرغ يعني هذا الانتصار من مضمونه، وهي عاجزة عن ذلك. هذا ما شهدناه في الأمس، كان الانتصار بفرحة أهل الأسرى واضحا في الاحتفالات، في رفع أعلام المقاومة، في شكر المقاومة، في أيضا الصور التي عمت الساحات وأيضا الشاشات. هذا بحد ذاته فشلت إسرائيل أن تنزع هذه الفرحة وبعنوانها وبمعانيها من أهل الأسرى ومن عموم الفلسطينيين المحتفلين. سنعود إلى جنين، معنا من هناك سيد عصري فياض وهو كاتب وصحفي، نريد أن نعرف منك آخر المعلومات والمعطيات حول تطورات المشهد. لا زالت الحملة العسكرية التي بدأت هذه الليلة، وهي حملة جديدة متجددة على مخيم جنين وعلى مدينة جنين، لا زالت متواصلة، وتواصلها منذ 6 ساعات، يرفع عدد الشهداء والجرحى أيضا، وتكون هناك مداهمات كبيرة على أحياء كثيرة في مخيم جنين من 3 مناطق. قبل قليل أعلن عن استشهاد شاب جديد كان يقف على شرفة منزله برصاص قناص. شرفة منزله الواقعة، منزله الواقع في حي الزهراء المقابل القريب جدا من مخيم جنين، حيث أطلق عليه أحد القناصين الإسرائيليين الرصاص فارتقى على الفور، يصبح عدد الشهداء 3 شهداء بالإضافة إلى شهيد رابع لم تعلن وزارة الصحة لحد الآن استشهاده. ننتظر أن يعلن عن استشهاده. يكون هناك 4 شهداء تقريبا و9 جرحى، 2 منهم في حالة خطر شديد. القوات الاحتلال لا زالت تتمركز في طلعة الغبة وتقوم بتجريف الشارع، ومنطقة ساحة المخيم تقوم من جديد تجريف الشارع لجرافة عدة مرات، ومنطقة الجبريات حيث تحولت منطقة الجبريات المنطقة الجنوبية العليا للمخيم إلى منطقة سكنة عسكرية، وقد انسل الجنود الاحتلال إلى كثير من المنازل في تلك المنطقة ويقوم باقتحامها وتفتيشها وتدقيق وضع العبث في محتوياتها. كذلك في منطقة الساحة وهي قلب المخيم قام الاحتلال بالتوغل إلى بعض الأحياء، وقام بحصار منزل وأطلق عليه عدة قذائف صاروخية لإجبار أهله على الخروج، ومن ثم أجبرهم وهو يشبحهم الآن، قاموا بشبح النساء والأطفال والرجال والشيوخ في العراء وفي هذا البرد، ويقوم بتدقيق هويتهم ويسأل يستقوم ستقوم المخابرات المرافقة لهذه القوات بالسؤال والاستفسار عن المطلوبين لديها. كما تقول ما زالت المعارك متواصلة، هناك اشتباكات على أكثر من محور في مخيم جنين، كذلك الجرافات تقوم بأكثر من شارع. طيب لو سمحت زميل عصري، نحن نشاهد أيضا أسماء الشهداء 4 حتى الآن في هذه المواجهة وصد هذه الحملة العسكرية لقوات الاحتلال على جنين ومخيمها، عماد محمد أبو الوفا وأحمد أبو الهيجة عفوا، ومحمد فرحات ومحمود خالد أبو الهيجة. هل هناك نعم. تعديل في هذه الحصيلة حتى الساعة؟ لا، هذه الحصيلة هي 4 شهداء، 2 من عائلة أبو الهيجة وآخر من عائلة أبو الوفا وآخر من عائلة الفريحات وهو من قرية اليابون
الواقع غرب مدينة جنين، ارتقى في مخيم جنين على أطراف مخيم جنين. نعم هذه الحصيلة. نعم بماذا تختلف إذا كان هناك فروقات هذه الحملة العسكرية اليوم لقوات الاحتلال في جنين ومخيمها عما نشاهده في الأيام القليلة الماضية ورفع منسوب وعدد أيضا عمليات الاقتحام للمخيم، مع الإشارة إلى أننا يعني نبث بعضا من الصور بما توفر ويتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الحملة الجديدة لقوات الاحتلال على جنين ومخيمها؟ هذه مشاهد، وقبل قليل كنا نشاهد أيضا مشاهد لتوغل الآليات العسكرية في أحد الأحياء في جنين. تفضل سيد عصر. هي منذ حوالي يعني أكثر من 5 أسابيع ومنذ انطلقت عملية طوفان الأقصى، الاحتلال يقوم بمهاجمة مخيم جنين وأحياء مدينة جنين بطريقة متواصلة وشبه يومية تقريبا، وهو أحيانا يحاصر بعض الأحياء يدخلها، يقوم بالتفتيش ويقوم باعتقال بعض من يجده في داخل هذه من الشبان أو غير الشبان، ومن ثم يعيد فسادا في هذه البيوت، يقوم بخلع الأبواب وتفجير الأبوات ثم قدح الحيطان الانتقال من منزل إلى آخر، يقوم بالاعتقالات ويقوم بإطلاق النار على كل من يتحرك. هذه هي الحملة متفاعلة، ويبدو أنها هناك مرتبطة بمعركة طوفان الأقصى، وتنوي أو ربما تقوم تنوي لقوات الاحتلال من خلال هذه العملية المتواصلة القضاء على ما تسميه الواط الصلب للمقاتلين في داخل هذا المخيم الذي يضم تقريبا أكثر من 200 مقاتل. شكرا جزيلا لك سيد عصري فياض قاتب الصحفي من جنين، مع الإشارة إلى العاجل على شاشة الميادين. إذا مقاومون يستهدفون بعبوة شديدة الانفجار قوات الاحتلال في حارة الدمج بجنين، وكنا نشاهد هذه الصور أيضا من جنين في محاولة للاعتداء على إحدى السيدات في مخيم جنين، وهذه المشاهد أيضا تعري وتوضح حقيقة جنود الاحتلال. وربما من المقارنات المهمة زميلنا ناصر اللحام ما كنا نشاهده في طريقة تعامل وأخلاقيات المقاومة الفلسطينية بالتعامل مع المحتجزين الإسرائيليين إن كان في أيام الاحتجاز أو في طريقة أيضا الإفراج عنهم ونقلهم. نتحدث عن إنسانية، حتى بما سمح من النشر إسرائيليا تم نقل بأنه كان يتم تقديم الأدوية بالنسبة لمن يحتاج للدواء، عدم التعرض لهم بأي طريقة مزعجة، فما بالك العنف الذي نشاهده بشكل يومي وكل لحظة بحق أسرانا في سجون الاحتلال الفلسطيني. ناصر، إذا كانت إسرائيل تنقاد الآن بعقلية ابن غفير فهذه مصيبة كبرى على الإنسانية. بعد أطلاق الغاز باتجاه أهالي الأسرى بهذه الطريقة، جاءت جرافة إسرائيلية وحطمت سياراتهم أمام أو أي بعيدة في الساحات المقابلة لسجن عوفا، ما يعني أن الهدف هو الحق أكبر ضرر بالممتلكات والبشر وحتى القتل، كما جرى مع الطفل المقدسي عند بسقات زئيف في منطقة البيرة. إذا هناك أوامر واضحة، بن جبير رفض الصفقة وصوت ضدها هو وسموتريتش في الكابينيت الإسرائيلي الموسع، لم يستطع وقف الصفقة، لم يستطع خشية من أهالي الأسرى اليهود، فجاء ينتقم من أهالي الأسرى الفلسطينيين. وبالمناسبة هو زار سجن عوفا وطلب إيذاء الأسرى، إيقاع أكبر أذى ممكن فيهم، تجويعهم وأن تنتشر الأمراض بينهم وكل ما يلزم من أجل الانتقام منهم. تصلني إشارة أنه قافلة الصليب الأحمر خرجت من سجن عوفا، لا أستبعد أن يتم إبعادهم عن مكان تواجد أهاليهم لمزيد من العقوبة ومزيد من الإذلال ومزيد من القهر للمقهورين. أصلا هم الأسرى مقهورين الآن، يحاول الانتقام من الأسرى وأهالي الأسرى. الوضع سريالي سخيف يعبر عن عقلية الانتقام، والغريب أنه الإعلام العبري لا يأتي على ذكر هذا أبدا. البث المباشر على استعدادات إسرائيل لنقل الأسرى للمشافي، وعلى ما يبدو أنه هم بصحة جيدة، لكن كل الدلال هناك
وتغييب الرؤية عما يفعله بن جبير في هذا الطرف من الجانب الفلسطيني. ناصر، يتم نقل الآن بأنه الجيش الإسرائيلي بدأ ينشر صور للمحتجزين الإسرائيليين بعد تمام تسلمهم وأبلاغ ذويهم. نتحدث عن الأسرى أو المحتجزين الإسرائيليين، الجيش الإسرائيلي ينشر صورهم. نشير أيضا للعاجل كان على شاشة الميادين حول أيضا اشتباكات في الخليل. لا أدري إذا كان لديك أي معلومات. نتحدث عن بلدة صوريف شمال الخليل، خلا ما نشاهده أيضا حول جنين، لكن حول صوريف في معلومات في الخليل؟ وقلنا في بداية النشرة بأن هناك إطلاق نار باتجاه الاحتلال من منطقة صوريف جنوب غرب الخليل، وطبعا هذه المنطقة ساخنة دائما سواء مع الجيش أو مع المستوطنين. صوريف بلدة معروفة كثيرا، أبنائها معظمهم في السجون وبأحكام عالية ملاصقة لبيت أمر باتجاه البحر. على كل حال من الأحوال الوضع في جنوب الضفة الغربية قاسي، وهناك إطلاق نار باتجاه سيارة على طريق تركوميا بحجة أنها لم تتوقف. الضفة الغربية كلها في حالة استباحة كاملة. وأؤكد مرة أخرى على سؤالك أنه نشر صورهم، لماذا نشر صورهم؟ لأنه مندوب شباك يكون ينتظرهم يتلقفهم من الجانب المصري، يقارن الأسماء بالصور، يتأكد من هويتهم، وبعد ذلك حفاظا على مشاعر باقي الأسرى الإسرائيليين يقوم بنشر صورهم وأسمائهم، أي أنهم أصبحوا خارج غزة، وهذا هو المقصود من طيب خلال ناصر النشر. إذا كنت تشاهد الشاشة، نحن الآن نتابع هذه الصور ضمن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا عملية استهداف وإطلاق نار بشكل مباشر على طفل في جنوب الخليل بالضفة الغربية. هذه واحدة من المشاهد القاسية والتي نرى الاحتلال يكررها، وترك أيضا المصابين ينزفون حتى يعني ارتقائهم شهداء. لا أدري إذا كنت يعني تستطيع أن تشاهد الشاشة، وبالتالي يمكن أن تعلق طالما كنا نتحدث عن الخليل. هذا ما كنت أتحدث عنه. هي الخليل ساخنة طوال أيام السنة نقطة مواجهة ونقاط الاحتكاك كما يقول المراقبون، الباب بالباب، المستوطنون مقا في نفس الشارع مع الفلسطينيين بعد أن استولوا على منازلهم. إطلاق النار اليوم برخصة قتل، لا يوجد أي جندي إسرائيلي يوبخ ولا يكتب محضر ولا يطلب منه التوقيع على أي ورقة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لا إلا غير مطلوب من الجندي الإسرائيلي راميا أن يفعل أي شيء من أجل أن يبرر لماذا فتح النار وقتل فلسطينيا طفلا كان أو امرأة أو أم. طيب تبقى ناصر، لا أدري إذا كنا نستطيع أن نستمع بالصوت والصورة إلى هذا الفيديو إذا كان متواجد ومصاحب له. هذا فيديو إذا من جنوب الخليل بالضفة الغربية، قوات الاحتلال تطلق نار مباشرة على طفل هناك. إذن نشاهد هذه الصور إذن لإطلاق قوات الاحتلال نار على طفل جنوب الخليل بالضفة الغربية. هذه الوحشية التي نعدها من قوات الاحتلال، وأيضا تدفعنا للإشارة إلى مقارنة على المستوى الأخلاقي والإنساني بالنسبة لتعامل المقاومة الفلسطينية. أقل في مثال المحتجزين الإسرائيليين معاملة إنسانية، تأمين كل ما يلزم من احتياجاتهم، لم يتعرضوا لأي مضايقات، فما بالنا نتحدث عن العنف. تم تأمين بالكامل، قدرة على متابعة ومواكبة حتى الإعلام الإسرائيلي ضمن فترة الاحتجاز. أمن لهم من يحتاج للدواء ذلك من الأسرى والمحتجزين. كل من خرجوا أيضا تحدثوا عن حسن المعاملة، ذلك لا نراه
في التعاطي مع أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى في المشاهد التي كنا نتابعها في استهداف هذا الطفل الفلسطيني مباشرة. إذا قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية والصحفية وتعتدي عليهم في محيط سجن عوفر غرب رام الله، وهذه المشاهد كنا نتابعها لعمليات إطلاق القنابل الدخانية والغازية المسيلة للدموع للمحتشدين في محيط سجن عوفر بانتظار خروج الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق الهدنة. نتحدث عن لائحة جديدة من أطفال ونساء، 6 نساء، 5 منهم من القدس، وهذه لها دلالة كبيرة. أجبرت إسرائيل على الالتزام بأولوية القدس وأولوية أيضا الأقدمية وأسراء الجعابيس، 1 منهم كذلك شروق الدويات، ونتحدث أيضا عن ميسون الجبالي ليس فقط من القدس عندما نشير، وأيضا للأقدمية أصحاب المحكوميات الأعلى في القدس المحتلة. معنا أيضا من رام الله سيد فراس قنينية، مرحبا بك سيد فراس. لا أدري إذا كان لديكم مجموعة من المعلومات والمعطيات أيضا يمكن أن تنقلوها لنا حول تطورات الساعة الحالية بين الميدان بالاعتداءات الإسرائيلية ولحظات الانتظار للإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى. نعم، يعني في محيط معتقل عوفر غرب جنوب غرب رام الله قوات الاحتلال اطلقت كميات هائله من قنابل الغاز المسيل للدموع وطاردت اهالي الاسرى الذين كانوا ينتظرون هناك وعشرات المواطنين الذين كانوا ينتظرون خروج الاسرى من سجون الاحتلال في اطار صفقه التبادل. قوات الاحتلال اقتحمت بلده بيتونيا حتى وسطها في ظل اطلاق قنابل الغاز الرصاص الحي. وفقا للمصادر الطبية في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 5 إصابات بالرصاص الحي أصيبت، يعني سجلت إصابات في صفوف المواطنين هناك. قوات الاحتلال طاردت المواطنين حتى منتصف بلدة بتونيا، عقب ذلك قامت جرافة عسكرية ضخمة بتدمير المركبات الخاصة بالمواطنين الذين كانوا ينتظرون في الساحة القريبة من مدخل معتقل عوفر والتي جاء بها الأهالي من جنوب الضفة الغربية أيضا ومن شمالها. حتى هذه اللحظة المواجهات لا تزال مندلعة في وسط مدينة بيتونيا بين الشبان وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. على الجانب الآخر وأمام بلدية البيرة لا يزال مئات الأهالي ينتظرون لحظة الإفراج عن ذويهم من سجون الاحتلال. وفي ظل هذا التأخير في إطلاق سراح الأسرى فإن بلدية البيرة قامت بتوفير أماكن للمبيت هذه الليلة لذوي الأسرى وأقاربهم الذين جاءوا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية للمبيت، لا سيما الأسرى من مدينة من محافظة جنين والتي تشهد في أكثر من موقع فيها مواجهات عنيفة، لا سيما في محيط مخيم جنين وفي مدينة جنين وأيضا في بلدة اليامون حيث لا تزال المواجهات والاشتباكات المسلحة العنيفة تندلع في المكان. وفي ظل عدم قدرة أهالي الأسرى من محافظة جنين التوجه إلى المحافظة وفي ظل عدم أمان الطريق ما بين رام الله إلى جنين لجأت بلدية البيرة إلى استئجار الفنادق هنا في المدينة من أجل يعني السماح لأهالي الأسرى بالمبيت في المدينة. نعم، ونحن أيضا نواكب عمليا العواجل على شاشة الميادين. إذا مواقع فلسطينية تنقل قوات الاحتلال تطبق حصارا كاملا على مداخل جنين، هذه التطورات نرصدها بالتوازي مع ما يعني نترقبه وشاشات تترقبه خروج الأسرى في الدفعة الثانية المحررين أسرى الفلسطينيين، علما أن قوات الاحتلال لم تهاجم فقط الطواقم الطبية في محيط سجن عوفر وإنما أيضا اعتدت على الطواقم الصحفية، الاعتداء على الطواقم الصحفية من أجل منع تغطية لحظة الخروج. هذه عنوان آخر من العناوين للانتصار، تحاول إسرائيل التعتيم
عليه ومنع نقله في حالة الانكسار المتتالية التي نشاهدها في اليوم الثاني من هذه الهدنة، وتجبر على الالتزام ببنود الاتفاق. أيضا الصليب الأحمر الدولي نشر على موقعه بأن فرق الصليب الأحمر أتمت العملية المنوطة بفرقها لإيصال المحتجزين من معبر رفح الإسرائيليين من معبر رفح إلى النقطة داخل مصر، وبالتالي وصلوا إلى استلمهم بالتالي الجانب الإسرائيلي، وذلك إذانا بإكمال الجزء المرتبط بالطرف الفلسطيني في مقابل الآن انتظار يعني أن يفتح بوابة سجن عوفر لإخراج دفعة جديدة من الأسرى. الآن ناصر لا أدري إذا كان لديك معلومات، بدأت مواقع التواصل تنشر صورا لوصول الأسيرة المحررة شروق دويات إلى منزلها في القدس، شروق من الأسماء التي يعني تضاربت الأنباء حول أن هذه اللائحة اليوم ستكون من أسمها من بين الأسماء فيها. الآن في صور على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة لقاء الأسيرة شروق دويات أهلها في منزلها في القدس المحتلة. ناصر، هذا صحيح، تم تقسيم الأسرى إلى قسمين، قسم يحملون الهوية المقدسية وتم نقلهم لسجن المسكوبية من قبل بحيث يتم إطلاق سراحهم من المسكوبية وتفتيش منازلهم ومحاصرة منازلهم التي سيذهبون إليها، وأحيانا اختيار المنطقة التي سيذهبون إليها، يعني أيضا الإجهاز على الفرحة في داخل البيت قبل أن يصل الأسير. وأسرى الضفة الغربية الذين ذهبوا بقافلة باتجاه رام الله، والمفروض أنه يتم استقبالهم، وكما قلت تم الاعتداء على الصحفيين، كما أبلغتنا نقابة الصحفيين الفلسطينيين تم الاعتداء وتحطيم معدات للصحفيين هناك، وهذا أيضا مقصود في إشارة إلى أنه القيود ثقيلة جدا جدا على الأسرى، ومنهم شروق دويات في القدس، والتي هي أيضا نموذج للطالبات الجامعيات اللواتي ظلمنا في سجون الاحتلال، وأيضا الأسرى والأسيرات في الضفة الغربية الذين ضاقت بهم الدنيا الآن. كما قال الصحفي فراس طنينة، تم ملاحقة الأهالي حتى منتصف بلدة بيتونيا في إشارة إلى الاعتداء المتواصل لأكثر من 4 ساعات على الأهالي هناك. نعم، شروق دويات ناصر هي من الأسيرات الأعلى محكومية. شروق دويات كان عمرها 18 عاما عندما تم اعتقالها عام 2015، كانت في طريقها يعني إلى المسجد الأقصى حينما اعتدى عليها قطعان المستوطنين، حاولوا نزع حجابها من على رأسها، تصدت لاعتداء المستوطنين وبالتالي تم إطلاق النار عليها، أصيبت بصدرها وكتفها ورقبتها، وقد وجه إليها الاحتلال تهمة طعن المستوطنين بسكين وحكم عليها لمدة 16 عاما. هي ابنة صور باهر في جنوبي القدس، أمضت من محكومية فيها 8 أعوام، واليوم نراها تعانق الحرية في هذا الاتفاق الأسطوري والبطولي والتاريخي. أجبرت المقاومة الفلسطينية سلطات الاحتلال عن الإفراج عنها، وألزمت سلطات الاحتلال التزام بالمعايير الخاصة بهذا الاتفاق، الأولوية لأسرى القدس وللأقدمية. شروق دويات واحدة من العناوين التي تعطينا أن الاحتلال أذعن وأجبر بالالتزام بشروط المقاومة في هذا الاتفاق. مبروك لشروق دويات، على أيضا أمل أن نرصد باقي الأسيرات وصولا إلى أتمام هذه الدفعة الثانية، ولخصوصية القدس أيضا شروق تضاف على الأهمية بأن نراها تعانق الحرية. إذا التقت عائلتها وبانتظار الصور وصور الأسرى الآخرين، إذا 6 أسيرات يفترض أن يعانقن الحرية اليوم، 5 منهم من القدس و33 طفلا وفتى. لا أدري إذا كان لديك تعقيب سيد فراس قنينية على هذه الجزئية. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع سيد فراس، لكن نشير إلى عاجل تحرك حافلة الأسرى المحررين تابعة للصليب الأحمر من سجن عوفر باتجاه بلدية البيرة، والتعليق يذهب إليك زميلنا ناصر.
بل أيضا قوات الاحتلال في القدس اقتحمت منزل الأسيرة المفترض أنها تحررت وهي إسراء الجعبيص، وهي أيقونة في الأسر بعد الحروق التي تعرضت إليها، وتفاعل كبير وتضامن عالي جدا على صفحات السوشيال ميديا من الدول العربية أيضا، وحتى من أطباء التجميل والمشافي. التفاعل كبير وإنساني وراقي وحضاري مع الأسيرة وعائلتها، يضاف إلى الأمر الآن بالانتظار أنه كما قلنا منتصف نهار اليوم الضفة الغربية شبه من تجول، المحافظات معزولة المقسمة محاصرة، الحواجز التفتيش، وبالتالي السلامة للأسرى كما قال الصحفي فراس طنينة أن يناموا في فنادق رام الله خشية عليهم من اعتراض المستوطنين أو غيرها. نحن أمام مشهد القوة العسكرية تحاول أن تمنع الفرح، لكن النفس البشرية ميالة إلى تتوق إلى لم الشمل للعائلة الواحدة. لم ينغص أحد عودة الأسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ولم يسأل أي عربي إذا لاحظت في أي دولة عربية لماذا احتضن هذا والدته ولماذا احتضن هذا عائلته، يعني يتركوا في حالهم إلا عند وزير الشرطة الإسرائيلية يلاحقهم إلى داخل منازلهم يريد أن يعرف من ابتسم من فرح من فرح قلبه، وأعتقد أنه هذا شيء نفسي يحتاج إلى علاج. طيب أيضا يعني وفق ما يتم تناقله اقتحام لقوات الاحتلال القوات الخاصة الإسرائيلية لمنزل الأسيرة إسراء جعابيص قبل لحظات يفترض من خروجها المرتقب، وهذه أيضا محاولة جديدة تحديدا يعني للتشويش على لحظة الانتصار الكبيرة بخروج إسراء الجعابيص التي يعني كما وصفتها زميلنا ناصر هي أيقونة أيضا من الأيقونات في سجون الاحتلال، وخلقت حالة تضامن واسعة بالنظر لسوء المعاملة. إذا هذه صور أيضا نشاهدها للصليب الأحمر الدولي، هذه السيارات والحافلات تنقل يفترض الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إذانا إذن بتطبيق اليوم الثاني والدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين بعد إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام ببنود هذا الاتفاق. إذن قوات الاحتلال وقوات خاصة من شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الأسيرة إسراء جعابيص في القدس وحاولت وقامت بإخراج من في داخلها، لكننا نرصد أيضا حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر باتجاه بلدة بيتونيا بالضفة. معنا أيضا الناشطة ميس أبو غوش من مخيم قلنديا. ميس تنقلي لنا الأجواء التي ترصدينها حيث أنت. يعني أجواء من الفرح بالرغم من المأساة اللي بعيشها بعد مقطع غزة، سننطلق مسرورة أكثر. مايس هذه الصورة حيث أنت في مخيم قلنديا نشاهدها ونرى هذه التجمعات، لو تنقلي لنا ما الذي نشاهده الآن؟ وصول يعني الأسرى أو عدد من الأسرى أو الأسيرات؟ عبد الله على السلامة. مايس نحن نتابع هذه الأسيرة نورهان. إذا يبدو أن فقدنا التواصل صوتيا مع الناشطة الفلسطينية ميس أبو غوش من مخيم قلنديا إلى حين معاودة الاتصال بها. نحن نشاهد صورة من الاحتفال لاستقبال واحدة من الأسيرات المحررات الست اليوم في اليوم الثاني من هذا تطبيق بنود اتفاق الهدنة. هذه على ما أعتقد الأسيرة نورهان، لا أدري زميلة ناصر اللحام تساعدنا في الرصد حيث أنت. نعم بالتأكيد نحن أمام
مشهد معقد جدا، جنازات الشهداء في جنين، فرحة في بيتونيا أمام سجن عوفر، ملاحقة وإطلاق نار على الأطفال في الخليل، محاصرة للمناطق الأخرى. هذا مشهد معقد جدا، لا يستطيع عليه سوى الشعب الفلسطيني الذي عاش ثلاث انتفاضات وجرب جميع أنواع الويلات وذاق المآسي بكل أنواعها ووقف وتحدى. هذا مشهد لا يمكن جمعه، حتى رؤساء التحرير يحاروا فيه، ما بين جنازة وما بين فرحة أسيرة خرجت لتعانق أهلها، وما بين بنايات مهدمة وعشرات آلاف الشهداء في غزة. كيف ينتزع الفلسطيني الابتسامة من وسط الصخر، من قلب الصخر، وكيف يتحدى الزمان وكيف يتحدى المكان ليثبت أنه هو المتجذر الباقي على هذه الأرض. إذن نحن نتابع هذه الصور من مخيم قلنديا، هي مشاهد للتاريخ. هذه الأسيرة المحررة نورهان عواد تلامس الحرية بعد 8 أعوام من الأسر بالتمام والكمال. هي دخلت طالبة في الصف العاشر، كانت يعني من بين الأسيرات الذين يعني ضمن هذه اللائحة الجديدة والتي حررنا ضمن هذا الاتفاق. إذن هذه نورهان عواد تعانق الحرية، المؤكد بأنها الآن بين أهلها وناسها في مخيم قلنديا. حاول الاحتلال أن يمنع أيضا أو يؤثر في معايير التي وضعت في بنود الاتفاق حول الأقدمية وكذلك أولوية الأسرى من القدس كما اشترطت المقاومة الفلسطينية. الواقع على الأرض يتحدث بأن هناك إذعان كامل بنود وشروط المقاومة. شروق دويات تلامس الحرية وهي من الأسماء التي حاول الاحتلال التملص، وكذا نشاهد نورهان عواد اليوم تلامس وتعانق الحرية. نستمع لبعض الأصوات في الاحتفال أيضا من مخيم قلنديا. نعم عم تسمعوني؟ أسيل عيد معنا، هي ناشطة صحفية من القدس المحتلة. أسيل تجملي لنا المعلومات الواردة حتى الآن لعملية الإفراج أو معانقة الحرية لأسرانا في هذه الدفعة. القدس اليوم يعني محطة أساسية محتفلة في هذه الدفعة. صحيح، يعني أنا متواجدة الآن أمام منزل عائلة الأسيرة نورهان عواد، نرتقب اللحظات الحاسمة لاحتضان نورهان أخيرا بعد 8 سنوات، 8 سنوات من الحرمان، 8 سنوات من بعد نورهان عن عائلتها، عن مدرستها، عن أصدقائها، عن حضن والدتها، 8 سنوات من العذاب، 8 سنوات من السجن والظلم وانتهاك الحقوق، 8 سنوات ربت فيها ونمت فيها نورهان عواد في السجون، لتأتي اليوم بهذه الزحفة وهي عروس المخيم كما قال. وعروس المخيم اليوم تصل بعد 8 سنوات بعد اعتقالها وهي طفلة كانت في المدرسة بملابس المدرسة، تم اعتقالها والاعتداء عليها وعلى قريبتها هديل عواد، الشهيدة هديل عواد. اليوم نورهان تعود أخيرا لحضن مخيم قلنديا شمال العاصمة الفلسطينية القدس. اليوم ها هي العائلات، ها هي أصدقاء نورهان وأيضا والدتها، شقيقاتها الخمسة، كل الصديقات التي كانت معهم في المدرسة اليوم كلهم في ارتقاب، أيضا الأسيرات المحررات الذين كانوا معها في السجن اليوم موجودات لاستقبالها في المخيم. هناك يعني دقائق قليلة ونورهان ستزين بيتها أخيرا، دقائق قليلة، نعم. ستفوق بين عائلتها وفي حضن والدتها.
نعم، إذن هذه نورهان الآن نشاهدها في هذه السيارة التي تقلها بعد أن عانقت الحرية، ابنة 24 عاما، دخلت السجن بعام 2016 بعد إطلاق النار مباشرة عليها وعلى ابنة عمها أيضا هديل التي ارتقت شهيدة. 3 رصاصات تنوعت مواقع استقرارها بين ظهرها وأيضا في يدها، وواحدة استقرت شظاياها في كبدها وبقيت حتى الآن. هي الآن تعانق الحرية بعد 8 أعوام قضتها في سجون الاحتلال، وهذه واحدة من عناوين الانتصار بلحظة تاريخية. المقاومة الفلسطينية تجبر سلطات الاحتلال على الإفراج عن هذه الدفعة، من بينها نشاهدها ويحق لها أن تفرح وكذلك عائلتها ومحبيها وكل الشعب الفلسطيني بها. هي تعانق الحرية، نورهان عواد حرة الآن بين أهلها في مخيم قلنديا والعين، كما نشاهد على القدس المحتلة في أحيائها ومدنها أو في مناطقها، بالنظر إلى أنه في أولوية لأسرى القدس، وهذا ما نشاهده الآن تباعا ضمن عملية الإفراج عن هذه الدفعة من الأسرى. إذا نتابع هذه الصور. أسيل، عندما نتحدث عن محاولة سلب الفرحة والنتيجة التي نراها على الأرض، إسرائيل حاولت أن تسرق الفرحة، إسرائيل احتجزت الحلوى بالأمس لمنع تفريقها احتفالا بهذا النصر العظيم، الآن الصورة كلها احتفال، كيف يمكن أن نعلق على هذه الصورة ودلالاتها وإصرار المقدسيين وكل عموم الفلسطينيين حيث التوزع الجغرافي بالاحتفال بالأسرى المحررين؟ نعم، هي الأرض التي تتحدث، والأرض دائما تتحدث بالعربية، فلسطين دائما تنطق بالعربية. اليوم الكلمة للمقاومة والكلمة لأهالي القدس والكلمة لأهالي فلسطين، المقاومين الذين ضحوا في غزة بدمائها، ضحوا في القدس والضفة بكل الانتهاكات التي تقوم بها سلطات الاحتلال لقمع الكلمة ولحجب الصورة والرؤية. اليوم الكلمة هي لأهالي القدس، لأهالي فلسطين، وللمقاومة المنتصرة على الاحتلال، المقاومة التي أجبرت الاحتلال على الإفراج عن هؤلاء الأسيرات التي حجبت الصورة عن عائلاتهم منذ 7 أكتوبر، منذ معركة طوفان الأقصى. صحيح. لم تعرف عائلاتهم عنهم شيئاً سوى أنهم قاموا بقطع الكهرباء عنهم، بعمليات تجويع، عمليات مصادرة لكل الملابس التي تحتويها وانتهاكات أخرى غير معدودة. أيضا كان هناك محاولات عزل لبعض الأسيرات. اليوم الكلمة هي لأهل البلد، لأهل البلد الأصليين، الكلمة لأهل القدس ولأهل فلسطين ومقاومتها. نعم، نشاهد هذه الصور تعبر عما تتفضلين بطرحه أسيل. إذن الأرض تنطق مقاومة واللسان يهتف مقاومة، والحقيقة على الأرض هي نتيجة للمقاومة. نحن نتحدث عن دفعة جديدة، لذلك كان طوفان الأقصى، ولذلك طوفان الأقصى ما زال مستمرا. واحدة من العناوين هي تبييض سجون الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين، نورهان عواد واحدة من هؤلاء، بانتظار أن نرى صور تعانق أهلها وذويها في هذه الفرحة الكبيرة ويحق لهم. الإشارة التي تفضلت بطرحها أسيل أيضا في كان محاولة لعزل الأسرى عن معرفة كل ما يدور في الخارج، تم يعني منع وصول أي معلومة ما بعد 7 أكتوبر. من الجميل أن نسمع الهتافات مشاهدينا. Cool.
إذن هذه صور الاحتفالات. مخيم قلندية يحتفل بالأسيرة المحررة نهران عواد ابنة 24 عاما، دخلت سجون الاحتلال ب16 عاما، 3 رصاصات استقرت بين ظهرها وبطنها ورجلها وشظايا بعضها مستقر حتى الآن في كبدها. اليوم تعانق الحرية بفعل المقاومة. وهذه صور أيضا مخيم قلندية والقدس المحتلة، من الأسر المنتظر أن نرى صور ومشاهد تحرر هم اليوم: إسراء جعبيس، فدوى حمادي، عائشة أفغاني، نورهان عواد، شروق دويات، ميسون موسى، من الأطفال أنور أحمد عطا، رجا أسعد أبو فياض، عمر شويكي، حمادة أبو سمرة، إبراهيم تعامرة، محمد ياسين صباح، أحمد علي، محمد الصباح، إبراهيم سمير، إبراهيم صباح، مراد فؤاد دار عطا، أحمد وليد، محمد خشان، شاكر علي، شاكر سالم بلوط، وائل بلال مشي، طارق زياد داود، عبد الرحمن، محمد صالح حوراني، مروح ياسر خريمية، عبد الهادي عصام، محمد كميل، وكذلك صدام أمجد، ماجد تقاطقة، جهاد يوسف، محمد عريسي، مصطفى شحادة، عز الدين سوداني، شادي، محمد ديب أبو عادي، ياسين حنفية، حنيفة، يوسف سبتين، ومحمد طارق حواشين، عبد الكريم السعدي، صامت خالد أبو خلف، أحمد غريب، أحمد خليل، وسام التميمي، محمد نصر سوالمة، ويزن الحسنات، ومحمد نزار عون، وقسم خالد، محمد مصاروة. هؤلاء ليسوا أرقام، هذه دفعة من لائحة للأسرى الذين يعانقون الحرية اليوم. كلهم له اسمه وله موقعه في جغرافيا أرضنا المحتلة فلسطين. يحق لهم أن نقول أسماءهم وأن نفرح بهم محررون. ناصر، لا شك بأنه انتظر الجميع، وأيضا حتى في القدس الآن قوات كبيرة من الاحتلال تدخل منازل الأسيرات، بالذات إسراء جعبيس، وتعتدي عليهم وتشترط خروج الصحافة من المنزل مقابل الإفراج عنها. يعني الاشتراطات حتى باب المنزل، حتى بعد أن كتبت ورقة إطلاق السراح، وللعلم كل أسير يعرف أن ورقة إطلاق سراح تكتب داخل السجن. بعد ذلك لا 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 معنى لأنه السجان يعطيه أوامر. الآن كل شخص هو صحفي. لحقوا بالأسرى حتى باب المنزل، نعم، يتحكمون بهم، وهذا مشهد يمكن أن يذكر ويمكن أن يستفاد منه مستقبلا، كيف الصراع على كل ابتسامة. وشاهدنا أطلقوا النار باتجاههم، حطموا سياراتهم، حطموا الكاميرات في محاولة لمنع الفرحة، والصور أمامك وهي التي تتحدث. نعم، في محاربة على الصورة، وكل شخص يمكن أن يكون صحفي بنقل الصورة. اليوم هذه المشاهد غالبيتها تأتينا عبر الهواتف الجوالة، فقط كانت المقاطعة سامحني لنشاهد هذه الصور. ناصر، شروق دويات، نعم، بنت القدس، صور باهر في أحضان أهلها وذويها، نترك الصورة تتكلم. إذن هذه هي اللحظات الأولى للقاء الأسيرة المحررة شروق دويات بعائلتها بعد يعني أن قضت 8 سنوات في سجون الاحتلال. شروق دويات دخلت المعتقل في عام كانت تبلغ من العمر 18 عاما، كانت في طريقها المسجد الأقصى، تم الاعتداء عليها من المستوطنين، تم محاولة أيضا نزع حجابها، عندما حاولت الدفاع عن نفسها أطلق المستوطنون النار عليها، ما تسبب بإصابتها بصدرها وكتفها ورقبتها. ووجه إليها الاحتلال تهمة طعن المستوطنين
مستوطن الذي قام بالاعتداء عليها بسكين وأصابته بجروح، وصدر بحقها حكم لمدة 16 عاما، وهي أيضا من أقدم المحكوميات في القدس المحتلة. شروق دويات تعانق الحرية بقرار تاريخي اتخذ مجبرة عليه الاحتلال أو مجبرة عليه قوات الاحتلال. إذن هي لحظة الحرية بإنجاز المقاومة. الآن سننتقل من لحظة الفرحة هذه الكبيرة لشروق دويات إلى لحظة الفرحة الكبيرة عند حاجز قلنديا. نورهان عواد، لقاء أهلها. هاي عم عبر كلنديا، الحمد لله على سلامتها كابور. الله يسلمك. يلا شفتك نزلت مرة يا طبعا. يلا استقبلتهم. والأمي. هاي بيستنوا فيك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هاي وصلت الأسيرة. الحمد لله على سلامتك. هاي عم عبر كلنديا، الحمد لله على سلامتها كابور. استنوا فيك، الحمد لله على سلامتك. هذه نورهان عواد، لحظة التقائها ببعض من أهلها عند معبر قلنديا. أيضا هذه من اللحظات التاريخية ضمن المنجز التاريخي للمقاومة. أجبرت قوات الاحتلال على اتخاذ هذا القرار بالإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى. نتحدث ضمن بنود الاتفاق من الأسرى النساء والأطفال الأقدمية وأولوية القدس، نراه على الأرض منفذا. إذن أذعرت قوات الاحتلال لشروط المقاومة وهي تلتزم الآن التنفيذ. وتباعا نشاهد هذه الصور للاحتفال، ما كان يشير إليه الزميل ناصر اللحام في محاولة لسرقة صورة الانتصار بالنسبة لأسراء جعابيس في لحظة وصولها إلى منزل ذويها أو حيث يفترض أن تلتقي بذويها لإخراج الصحفيين. أسيل ما زالت معنا؟ نعم معك. أسيل، تنقلي لنا الصورة الآن ونحن نتابع جانبا منها من مخيم قلنديا. نعم، هناك صورتين تصلانك من مخيم قلنديا، صورة من أمام منزل عائلة الأسيرة نورهان عواد، الأسيرة المحررة. نعم، اليوم هي الأسيرة المحررة نورهان عواد، والصورة الأخرى تلازمها ويبدو أنها ذاهبة إلى المقبرة، وتذهب نورهان إلى المقبرة لأنها في لحظة اعتقالها تم الاعتداء عليها وتم إطلاق النار والرصاص عليها وعلى قريبتها الشهيدة هديل عواد، واستشهدت هديل فيما بقيت نورهان مصابة أسيرة في سجون الاحتلال. اليوم نورهان لحظة تحررها، أول طلب لها توجهت نحو المقبرة لقراءة سورة الفاتحة على قريبتها وصديقتها وصديقة طفولتها الشهيدة هديل عواد التي استشهدت أمام أعينها، والتي تم خلال التحقيق الضغط عليها بورقة وباستشهاد شقيقتها. اليوم نورهان تتوجه إلى المقبرة للقاء نظرة، دعينا نحكي، دعينا نتحدث عن هذا الشوق الذي فارقهم 8 سنوات، ولكنها لن تحتضن صديقة الطفولة. اليوم هي تتوجه لقبرها قبل التوجه لعائلتها وقبل التوجه لحضن والدتها. ربما هي آخر لحظة كانت لنورهان مع هديل، وأول لحظة في لقاء لنورهان أرادته أن يكون أيضا مع هديل، وهذه أيضا من الدلالات. نشاهد أيضا مشاهدينا هذه الصور لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين المتواجدين، حيث يفترض أن تصل الأسيرة إسراء الجعابيس في محاولة لمنع نقل الصورة. و هذه اللحظة المنتظرة والتي أيضا من اللحظات الكبيرة
التاريخية لهذا المنجز الكبير للمقاومة، أن نرى إسراء الجعابيص محررة، هذه الأيقونة في سجون الاحتلال التي عانت الأمرين ليس فقط من السجن لسنوات طويلة والتعذيب، وإنما أيضا لعنوان مختلف من التعذيب، تم تجريدها من حق أدنى الحقوق بالعلاج. نتحدث عن حروق خطيرة أصابت جسدها ومنع عنها العلاج ومنع عنها الدواء، واضطر ذلك الأطباء إلى يعني بتر أصابع يديها، لديها حروق من درجات متعددة ويعني آثارها ما زالت حاضرة على ملامحها. هذه الصور التي وصلتنا قبلا لإسراء جعابيص نتيجة الحروق التي أصابتها في اعتقالها عام 2015، والآن بانتظار أن تعانق الحرية إسراء جعابيص، تحاول قوات الاحتلال منع تصوير هذه اللحظة التاريخية على أهميتها. لنرى إسراء الجعابيص التي حازت تعاطفا واسعا حتى على مستوى أطباء في عديد من الدول. أسيل، كنت تتحدثين عن هذه المقاربة بين صورتين بالنسبة لنورهان، لكن ماذا عن صورة الصورة الحالية المنتظرة لنراها أيضا بعودتها إلى منزلها؟ أسيل؟ نعم معك، تفضلي. هل تعيدين السؤال؟ كنت تتحدثين عن صورة اللقاء في المقبرة مع هزيل، لكن ماذا عن الصورة الحالية لا سيما المنتظرة بدخولها لمنزلها نورهان ومعانقة كل أفراد عائلتها؟ يعني العائلات هنا من مخيم قلنديا، سواء عائلة نورهان أو العائلات المحيطة من الجيران من الأقارب من الأصدقاء، هم متواجدين هنا منذ الساعة 8. دعينا نتحدث، هم ليسوا موجودين هنا منذ الساعة 12 أو من قبل ساعتين، هم موجودين هنا من الساعة 4 والساعة 8 مساء في انتظار نورهان، وكلهم ما زالوا متواجدين في الميدان، ما زالوا في انتظار هذا اللقاء الذي حرمهم من ابنتهم لمدة 8 سنوات. 8 سنوات كانت فيهم طفلة، كانت فيهم طفلة، ولكم أن تتخيلوا ما هي أحلام الطفولة. ونورهان، نورهان إنسانة جميلة بروح جميلة، من داخل السجون انتزعت عدة شهادات، من الشهادة الثانوية العامة، وأيضا تبرعت بطفلتها لمرضى السرطان. فلك أن تتخيل المعطاءة، المعطاءة نورهان هي اليوم تزف كعروس، عروس للقدس وعروس أيضا لمخيم قلنديا. تعيدين المعلومات الأخيرة أسيل، معذرة، التي كنت تطرحينها. كنت أتحدث نورهان التي من داخل سجون الاحتلال انتزعت شهادة الثانوية العامة وأبت أن تكسر، نورهان التي تبرعت بخصلتها بجديلتها لمرضى السرطان من داخل السجن لكي تكون عنواناً للصمود وعنواناً للأمل وعنواناً أيضاً لأن الأسيرات لا يكسرن، السجن لا يكسر الأسرى ولا يكسر الأسيرات، والقيود لا تقيد الروح الحرة. كل هذا تجمع في نورهان. نورهان أرتنا من داخل السجون ما لم نره من العديد من أبناء العالم خارجها. نورهان علمتنا من داخل السجون العديد من التفاصيل. نورهان الإنسانة اليوم تعود لقلب مخيم قلنديا، تعود لقلب وحضن عائلتها ووالدتها التي تشتاقها وتشتاق لحضنها. يعني نحن نتحدث أيضا عن تفاصيل قاتلة، فالأسرى في سجون الاحتلال محرومون من احتضان ذويهم. يعني اليوم هي حرمان، يعني والدتها ستحضنها ولم تحضنها منذ 8 سنوات. يعني التفاصيل القاتلة كلها تتجلى في عيون، عيون حائرة مترقبة منتظرة بأمل ودموع فرحة. ولكن دعيني أتحدث عن شيء مهم جدا هنا، فالفرحة هذه ممزوجة بألم ووجع. كل المشاهد التي رأيناها من المجازر الإبادة في غزة ومحاولات الاغتيالات المتكررة في شمال الضفة، اليوم الفرحة ممزوجة بالألم، ولكن الفرحة موجودة لتثبت للاحتلال أننا منتصرون، لأننا انتزعنا حقوقنا وانتزعنا طفولتنا المسلوبة وانتزعنا حقنا في الحياة وحقنا في الحرية، واليوم أسيراتنا
على أرض القدس على الإسفلت مجددا، محررون محررون. وهذه أيضا من الإشارات المهمة، والتي استمعنا أيضا لما تم التصريح به من الأسرى المحررين يوم أمس، بأن هذه الفرحة ممزوجة بالألم والتقدير أيضا للدماء الغالية في قطاع غزة المحاصر، التي من خلال هذه الدماء نرى هذا المشهد الكبير والبطولي بتحرير الأسرى في هذه الدفعة الجديدة ضمن الاتفاق. معنا أيضا نشرك في هذه الساعة ضمن تغطية الميادين معنا سيد خالد صادق من قطاع غزة المحاصر، والسيد جهاد حرب من رام الله. وأبدأ معك سيد جهاد حرب لتطلعنا أيضا على آخر المعلومات والمعطيات حتى الساعة، لا سيما أنه في محاولات لمنع تصوير لحظة من اللحظات المهمة وهي معانقة أسراء الجعابيس للحرية، وأيضا لمعانقة ذويها والمنتظرين لها في منزل الاحتفالات. سيد جهاد حرب، بكل الأحوال إلى حين أن يكون معنا من رام الله سيد جهاد حرب، سننتقل الآن سيد خالد صادق. لا أدري كيف تواكبون وتعلقون على المشاهد حيث نتابعها وتعامل سلطات الاحتلال. تحياتي لك وللسادة المشاهدين، والرحمة لشهدائنا الأبرار علي ربيع، والعزاء لشعبنا الفلسطيني، والعزاء لأسرة الميادين في وفاة مراسليها، وللسيد غسان بن جدو، ولجموع أمتنا وأحرار العالم الذي يشاهد كل هذه الجرائم على يد الاحتلال النازي الصهيوني، ويقف يعني يعزي الشعب الفلسطيني ويتظاهر ويخرج مسيرات في شوارع أوروبا وفي شوارع العواصم العربية الإسلامية للتعبير عن موقفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني. المكسب الحقيقي الذي يستحق كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هو ذلك المشهد الذي نشاهده الآن في القدس وفي الضفة الغربية، لأسيرات محررات بذلوا يعني تضحيات كبيرة من أجل شعبهم، وكان لزاما علينا كشعب فلسطيني أن نحاول أن نحررهم من سجون الاحتلال، ونحاول أن نعيدهم تضحيات كبيرة. هذه اللحظة تستحق كل هذه التضحيات التي قدمها قطاع غزة، وتستحق أن يعني نبذل المزيد من الجهد للإفراج والجهد والجهاد والتضحيات للإفراج عن بقية أسرانا داخل سجون الاحتلال. نحن ندرك أن هذا الاحتلال لا يقدم شيئا مجانا للشعب الفلسطيني، إنما تنتزع منه الحقوق انتزاعا. لذلك الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية قررت أن تخوض معركتها. الصوت يصل بشكل متقطع سيد خالد صادق، أرجو منك أن تبقى معنا فقط. سنذهب إلى البيري حيث هذه الاحتفالات التي نتابعها انتظارا واستقبالا للأسرى المحررين. نعود إليك محمد العبد الصحفي المتواجد في هذه الاحتفالات وهذا التجمع، مع الإشارة إلى أننا نشاهد معذرة فقط زميلنا محمد هذه الصور إذن لزيارة الأسيرة المحررة نورهان عواد لضريح الشهيدة هديل عواد التي كانت برفقة الأسيرة المحررة الآن نورهان عواد لحظة اعتقالها والاعتداء مباشرة عليها. ارتقت هديل شهيدة ودخلت نورهان الأسر، وهي الآن بعد 8 سنوات من هذه الجريمة الإسرائيلية تلتقي هديل رفيقة الطفولة وتزورها في أول محطة لها بعد معانقتها الحرية في مخيم قلنديا. هذه أيضا من المشاهد ذات الرمزية والدلالة. أعود من جديد إليك زميلنا الصحفي محمد العبد لتنقل لنا الصورة وما فاتنا من هذا التجمع في البيرة.
نعم يعني تتزايد أعداد الأهالي بشكل كبير جدا هنا في الساحة الملاصقة لبلدية الكبيرة انتظار وصول الأسرى إلى هذه المنطقة. يعني من المفترض أن يصل الأسرى خلال 10 دقائق إلى ثلث ساعة من الآن. هم الآن عند أطراف بلدة بيتونيا باتجاه مدينة البيرة. طبعا يعني أجواء من الفرح تعم هذه المنطقة. الأهالي هنا يرفعون الأعلام الفلسطينية وأعلام الفصائل الفلسطينية المقاومة. أيضا قبل قليل كان هناك مجموعات من الشبان يرددون الهتافات المؤيدة للمقاومة في مختلف مناطق تواجدها والمنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما قلت من المفترض أن يعني تصل حافلة الأسرى خلال الدقائق القليلة القادمة لتبدأ مراسم الاستقبال في هذا المكان الأسرى أمام بلدية البيرة. نذكر أيضا بأنه وفور خروج حافلة الأسرى من دوار سجن عوفر تم الاعتداء من قبل قوات الاحتلال على كل من تواجدوا في تلك المنطقة بإطلاق قنابل الغاز بشكل كثيف. أيضا جرافة تابعة لجيش الاحتلال دخلت من بوابة عوفر وقامت ب يعني إلحاق الأذى بعدد من المركبات المتوقفة في محيط حاجز عوفر. أيضا في هذه المنطقة يتواجد أهالي الأسرى. من بين أهالي الأسرى من قدموا من محافظات جنين ونابلس وبولكرم وقلقيلية والخليل وبيت لحم. رغم تأخر الوقت كثيرا هنا في هذه المنطقة إلا أن يعني الأهالي لا زالوا يتوافدون حقيقة من مدينة البيرة والبلدات المجاورة لحضور هذا العرس الوطني كما اسموه. يعني أجواء من الفرحة وإن يعني شابها شيء من الحزن إلى أن الأهالي هنا يصرون على الفرحة والتي حاول الاحتلال تنغيصها بأكثر من طريقة. يعني كنا طوال النهار في منطقة حاجز عوفر كان هناك 4 إصابات بالرصاص الحي أيضا غير بعيد عن هذا المكان حيث نتواجد الآن عند بوابة السلطان هرسقوت المقام على الأراضي الشرقية لمدينة البيرة. ارتقى شهيد قبل نحو ساعة من الآن برصاص قوات الاحتلال. بس تسمح لنا زميلنا محمد العبد نشير إلى هذه المشاهد التي أفرجت عنها كتائب القسام لتسليم هذه الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين للصليب الأحمر. هذه الصور إذن لهذه الدفعة. نشاهد طريقة التعامل ويجب الإشارة ومن المهم الإشارة لفرق الصورة في التعامل. طريقة الإنسانية الأخلاقية للمقاومة الفلسطينية التي يقوم بها أيضا هؤلاء الشباب المقاومين من كتائب القسام في التعامل مع المحتجزين. تعامل أخلاقي إنساني احتواء بكل ما للكلمة من معنى على المستوى الإنساني. وهذه هي أخلاقيات المقاومة وعقيدتها في التعاطي بهذا الشكل مع الأسرى والمحتجزين. عمليا كنا نشاهد حتى التلويح من المحتجزين وداعا للمقاومين. هذا إن دلل على شيء طالما الكاميرات ترصد وهؤلاء يفترض أنهم خرجوا من حالة السيطرة بالكامل عليهم بين قوسين للقسام. يستطيعون أن يعبروا بكل الأنواع والأشكال لو كانوا يلاقون أي معاملة أقل وليسوا مضطرون لأن يعني يقومون بتوديع عناصر المقاومة بهذا الشكل الودي. هذا دليل على يعني الإنسانية العالية التي تم التعامل مع هؤلاء المحتجزين من المقاومة مع الابتسامة وحتى الخصوصية لمن هم من المصابين أو المرضى. وهذا أقل أيضا ما سمح بالنشر بالنسبة للدفعة الأولى من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول هذه المعاملة الطيبة الأخلاقية والتي يعني تتميز بها المقاومة بعكس ما نراه في التعامل بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. ليس فقط بالنسبة لداخل سجون الاحتلال بحق أسرانا، ما نشاهده الآن بعملية تنفيذ إخراج الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، عملية منع مظاهر الاحتفال، التضييق على ذوي وأهالي الأسرى، يعني منع حتى التصوير، التغطية الصحفية، الاعتداء على الطواقم الصحفية، على الطواقم الطبية، استخدام الرصاص الحي، كذلك الغازات المسيلة للدموع في محيط سجن عوفر لإبعاد أيضا المحتفلين والمنتظرين للأسرى
الأسرى المحررين، وهذه في ساحات الاحتفال التي نشاهدها في عموم جغرافيا التي تنتظر في فلسطين المحتلة، التي تنتظر الأسرى. إذن هذه صور من كتائب القسام للأسرى المحتجزين الإسرائيليين لدى القسام والذين أفرج عنهم في هذه الدفعة الثانية، والصورة تتكلم. هكذا هي أخلاق المقاومة، نراها مباشرة على الأرض في التعامل مع هؤلاء المحتجزين. زميلنا محمد العبد، كنت تنقل لنا الصورة في البيرة، تكمل حيث كنت تفضل، ومعذرة كان لابد من الإشارة إلى هذه الصور. نعم، يعني أعود وأؤكد بأنه يعني خلال دقائق قليلة ستصل الحافلة التي تطل الأسرى والقادمة من سجن عوفر مرورا بمدينة بيتونيا. بالأمس كان هناك الاستقبال في بلدة بيتونيا، لكن اليوم أتت هيئة شؤون الأسرى والفصائل الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والديرة بأن يكون الاستقبال في هذا المكان كان أمام بلدية البيرة. وأؤكد مرة أخرى بأن الأهالي لا زالوا يتوافدون حتى هذه اللحظة، نتحدث عن ساعة ونصف تقريبا بعد انتصاف الليل هنا بتوقيت القدس المحتلة، الوقت متأخر جدا، لكن الأهالي لا زالوا يتوافدون. يبدو أن هناك محاولة من الأهالي التجاوز ويعني تخطي كل عراقيل الاحتلال وما حاوله الاحتلال من تمغيص هذه الفرحة ووأدها، لكن يعني الأهالي هنا فرحون. الاحتلال يعني كان هناك إشاعات أيضا خلال ساعات النهار يعني الاحتلال سيفرج عن الأسرى في حواجز أو على حواجز متفرقة وليس فقط عند حاجز أوفر كما تم الإبلاغ سابقا، لكن يعني اتضح أنه مجرد إشاعات من الاحتلال في محاولات متكررة للتنغيص على أهالي الأسرى. لكن يعني الاحتلال نجح بالفعل في سرقة فرحة بعض الأهالي تحديدا في مدينة القدس الواقعة بشكل كامل كما تعلمين سيطرة الاحتلال. معظم الأسيرات تم يعني وضع قيود على سفنهن، عفوا على استقبالهن. يبدو أن الأسرى بدأوا في الوصول، لازم ننتظر. يعني حقيقة الأعداد كبيرة جدا هنا، الحشد كبير. بدأنا نشهد الصورة أيضا، يعني الجموع كبيرة في البيرة، وجيدة الإشارة لأننا نتحدث إلى ساعات متأخرة، يعني دخلنا عمليا ساعات الفجر الأولى، ورغم ذلك نرى هذه الحشود ما زالت تتوافد إلى ساحة البلدية في البيرة للاحتفال بالأسرى المحررين. وهذه من المشاهد أيضا التي جيد أنك أضاءت عليها زميلنا محمد العبد، ذلك يفترض أن نشاهده في ساعات المساء، محاولة إسرائيل التملص من الالتزام ببنود الاتفاق وإجبار المقاومة إسرائيل على العودة لالتزاماتها من خلال إيقاف إتمام الدفعة الثانية من التسليم. جرت عدة اتصالات على غير مستوى من الوسطاء من قطر، مصر والولايات المتحدة الأمريكية، عادت إسرائيل وأذعنت لبنود الاتفاق، إن كان إدخال مساعدات لشمال قطاع غزة، الالتزام بساعات حظر الطيران بما فيه المسير في سماء قطاع غزة، ومنع إطلاق النار أو أي تحرك عسكري طيل أيام اتفاق الهدنة الأربع. الآن أيضا ضم إلينا سيد جهاد حرب من رام الله، أسمع تعليقك وقراءتك للمشهد حيث وصل. يعني هذه الاحتفالات التي نشاهدها اليوم هي احتفال لتنغيص على الاحتلال الإسرائيلي. الفلسطينيون يرحبون بالأسرى بكل تأكيد، يجب أن يفرح كل فلسطيني على الرغم من الألم الذي يعتصر كل الفلسطينيين عما جرى من قتل وإبادة جماعية ومجازر في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تفرح كل الفلسطينيين بإصرارها على تطبيق الاتفاق الذي جرى في الدوحة فيما يتعلق بإطلاق سراح الأسيرات والأسرى الفلسطينيين وفقا للأقدمية، وعلى إجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام بنود الاتفاقية التي وقعت في كل جوانبها. الاحتلال رأينا في مدينة القدس وأنتم
بثيتم مقاطع الفيديو المختلفة كيف يريد أن يحرم كل فلسطيني، كل بيت فلسطيني من الفرحة التي تأتي مع إطلاق سراح أي أسير أو أسيرة فلسطينية في إسراء جعاضيس أو دويات أو غيرها من الأسيرات في مدينة القدس، يحرم الاحتلال الإسرائيلي أهلهم وجيرانهم وأحبائهم من الاحتفال بعودتهم سالمين إلى بيوتهم، بخروجهم غصبا عن الاحتلال لبيوتهم والعودة للحياة الطبيعية كأي إنسان للفلسطينيين. هذه الجماهير التي شاهدناها في مدينة البيرة وقبلها على بوابات سجن عوفر في بلدة بتونيا تشير بوضوح بأن الأسرى الفلسطينيون قضية هامة لدى الفلسطينيين جميعا. وهذه الجماهير التي نشاهدها ربما نرى أن كل الفلسطينيين يتابعون عبر شاشات التلفزة الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مدينة رام الله والبيرة عبر شاشات التلفزة، اليوم جميع فلسطين تسهر من أجل رؤية هذا المنظر باحتضان أم لطفلتها، أخ لأخته أو أخيه الطفل، هؤلاء الأشبال الذي يطلق عليهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم صغار السن، هم أطفال كان ينبغي أن يكونوا في أحضان أمهاتهم في بيوتهم لدى أسرهم في المدارس ليتعلموا، لكن الاحتلال حاول بكل جهد لإطفاء قدرة الفلسطينيين على التقدم، لكن هذه الليلة وبالأمس وغدا وبعد غد وإن شاء الله نحتفل ب وقت طيب. اطلاق النار اسمح لنا ان شاء الله سيد تسمح لنا سيد جهاد حرب فقط نعرض هذه الصور، هي صور منتظره، شروق دويات في داخل منزلها تعانق اهلها، هذه الصور الان مباشره للاسيره المحرره شروق دويات من القدس المحتله، بلده سور باهر في القدس، امضت في المعتقل مده 8 أعوام. هذه إذن بنت سور باهر من القدس المحتلة تدخل منزلها والآن تسجد في هذه المشاهد سجدة الشكر بعد تحررها من الأسر. شروق دويات كانت من الأسماء على اللائحة التي حاولت إسرائيل التملص منها، شروق دويات من أقدم المحكوميات في القدس المحتلة، شروق دويات اعتقلت وهي في ربيعها 18، شروق دويات بقيت في المعتقل لمدة 8 أعوام وقد حملت 3 رصاصات بإطلاق نار مباشر، شروق دويات الآن في لحظة تاريخية أجبرت المقاومة سلطات الاحتلال على الإفراج عنها، هذه مظاهر الفرح والاحتفال يعني مشاهد كبيرة عظيمة مهمة وتعطينا مسار حقيقي وواضح للانتصار الفلسطيني فيما نشاهده بمشاهد للأسيرات المحررات. نحن بانتظار الصور أيضا للمزيد من الأسرى المحررين، خصوصا أنه إسراء جعبيس في محاولة لمنع التصوير يعني معانقتها لأهلها ووصولها إلى المنزل الذي يعني أبعد فيه المحتفلين بعد أن كان يفترض أن يكون منزل شقيقها يعني موقع لقائها بذويها والاحتفال بها، تم الإبعاد والاعتداء حتى على الصحفيين وأبعادهم لمنع تصوير هذه اللحظة. نحن بانتظار صور أيضا الأسيرة المحررة فدوى حمادي التي هي في حالة انهيار كبير كما وردت المعلومات في اعتداء إسرائيلي مباشر عليها، وهي أم لخمسة أبناء قضت في السجن 6 سنوات وعندها محكومية تتعدى 10 سنوات، وفدوى حمادي ابنة 35 عاما في حالة انهيار كما نقلت المعلومات نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة نزع حجابها، وهذه من المحاولات لنزع أو حجب الفرحة والانتصار، وهذا فيما نراه مباشرة على الأرض لم يتم. أيضا نأخذ تعليقك سيد خالد صادق من غزة. يعني إذا أردنا أن حتى ليست على المستوى العسكري فقط، إنما تتجسد وحدة الساحات اليوم تضحيات قدمتها غزة ويعني القدس والضفة الغربية تجني ثمرة هذه التضحيات. غزة قامت بواجبها على أكمل وجه واليوم هي تنظر إلى هذه اللحظة على أنها إنجاز،
للمقاومة الفلسطينية، وأن هذه اللحظة هي لحظة تاريخية تسجل إلى صالح المقاومة الفلسطينية. دعيني أؤكد على أن المقاومة لتقديم نموذج مشرف لأدائها وعطائها من أجل الشعب الفلسطيني ومن أجل المقاومة الفلسطينية، لكي تضرب مثلا للجميع أن وحدة الساحات تتحقق دائما من خلال الفعل الميداني المقاوم، والحقوق لا تمنح إنما تنتزع انتزاعا من بين أنياب هذا الاحتلال. وبالتالي نحن أمام لحظات تاريخية، لحظات انتظرها شعبنا الفلسطيني. أؤكد لك أن أهلنا في قطاع غزة يعني من يستطيع منهم أن يرى شاشة التلفزيون مثل هذه المشاهد، وهو يشاهد شعبنا في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة يفرح بتحرر هؤلاء الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الصهيوني، ويؤكد الشعب الفلسطيني على أن العطاء لن يتوقف سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. اليوم قطاع غزة يقدم هذه التضحيات من أجل أهلنا في الضفة الغربية، والضفة الغربية تقوم بواجبها بمساندة أهلنا في دولية لكي تتوقف. وإذا كان الاحتلال الصهيوني قد أوقف معركته اليوم في قطاع غزة، فهو استأنف عمليات القتل والإبادة لشعبنا في الضفة الغربية في جنين وفي الخليل وفي أكثر من مكان. لذلك إذا لو سمحت سيد خالد صادق، نشاهد هذه اللحظة المهمة جدا المؤثرة. نورهان عواد تعانق والدتها في مخيم قلنديا أسيرة محررة بإنجاز تاريخي وبطولي للمقاومة. هي لحظات كبيرة، لحظات مؤثرة، لحظات الفرح والاعتزاز. حتى الفرح هو عنوان للانتصار، طالما الاحتلال حاول كسر هذا الاحتفال وأصر أهلنا في أرضنا المحتلة فلسطين الاحتفاء والاحتفال. وهذا يفترض أن يكون بمثل هكذا لحظات تاريخية بمعانقة عدد من أسرانا الحرية. هذه مشاهد للعز والفخر، وهي مشاهد بكل تأكيد للتاريخ تسجل وتحفر. وربما نحن أمام صورة مصغرة عما سنراه قريبا عندما يتم تبييض سجون الاحتلال من أسرانا الفلسطينيين في تلك السجون. هي لحظات فرح وتأثر، ويعني بعضها يصل إلى حالة الإغماء لحجم الفرحة الكبيرة. نورهان عواد بين أهلها وذويها بعد 8 سنوات من الاعتقال ومرارة الاعتقال والتعذيب، تعانق الحرية بإنجاز بطولي أسطوري للمقاومة الفلسطينية. دماء غزة تتوج انتصارا أوليا بالتحرير الذي نراه. نعود إليك سيد جهاد حرب، لماذا تحاول إسرائيل أن تمنع الاحتفال ونتيجة الاحتفال قائمة على الأرض، بمعنى خروج الأسرى بفعل صفقة أبرمتها المقاومة بإنجاز تاريخي تم؟ ما المشكلة بالنسبة لإسرائيل أن يكون هناك احتفال بالأسرى المحررين وتمنع تصوير مثلا إسراء الجعابيس تصل إلى منزل ذويها؟ لأنهم لا يريدون الحياة للفلسطينيين. الفرح هي تعبير عن الحياة، تعبير عن العيش الكريم للمواطنين، تعبير عن قدرة الإنسان على إعادة الحياة والبدء من جديد رغم كل الظلمات التي عاشها في سجون الاحتلال الإسرائيلي. هذه العنصرية ومحاولة للتفوق العرقي على الفلسطينيين كما يرون هؤلاء القتلة من الإسرائيليين، وبالتالي محاولاتهم تبوء دائما بالفشل. انظري ماذا يجري في ساحات فلسطين، ماذا يجري في أزقة المخيم مثل نورهان، في شوارع مخيم قلنديا وأزقته، كيف يحتفلون بها؟ صحيح أن الفرحة منقوصة ستكون في مدينة القدس لإسراء ونورهان وعفوا وشروق وغيرها من الأسيرات التي قضينا سنوات طويلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي،
إلا أن وجودهم في بيوتهم هذه فرحة انتصار للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. الفرح هنا أحد أدوات النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي. حاول الاحتلال الإسرائيلي اليوم وبالأمس منع الوصول المواطنين الفلسطينيين للاحتفال بالأسرى والأسيرات عند خروجهم من سجن أوفر، وأطلق عليهم النار وكسر كما كاميرات الهواتف وكذلك كاميرات المصورين والصحفيين وطاردهم، وأصيب 4 شبان فلسطينيين اليوم. كل ذلك من أجل عدم الفرح لدى الفلسطينيين. أي فرح لدى الفلسطينيين هو هزيمة للاحتلال الإسرائيلي، خاصة عندما يكون هذا الأمر بمناسبات وطنية، وإطلاق سراح الأسرى وتبادل الأسرى بحد ذاته هو مناسبة وطنية لجميع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. لذلك عندما نرى الفلسطينيون يفرحون، أو يرى الاحتلال الفلسطيني يفرحون بإطلاق سراح أي من الفلسطينيين، هم يعتقدون أن دخول الأشبال أو الفتيات أو المواطنين الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال هو موت بطيء لهؤلاء، وإطلاق سراحهم أو عودتهم إلى الحياة هذا يعني عودة فلسطيني جديد لمقاومة الاحتلال، بغض النظر عن شكل المقاومة التي سيتخذها أو ستكون له في المستقبل. المهم بالنسبة للإسرائيليين أن يموت الإنسان الفلسطيني، سواء موتا بيولوجيا أو فيزيائيا أو موتا نفسيا بحيث لا يعود لهذه الحياة، بغض النظر عن شكل الحياة التي سيختارها بعد الأسر، وخاصة أولئك الذين يقضون سنوات طويلة في سجون الاحتلال. وفي كل الأحوال يعود هؤلاء مناضلون جدد يقدمون خدمات للفلسطينيين، لأبنائهم، لعائلاتهم، لمجتمعهم المحلي، أو يعودون للنضال كما كانوا قبل الأسر. في كل الأحوال محاولة إسرائيل لطمس الحقيقة، لطمس الانتصار الفلسطيني في هذه الليلة وبالأمس وإن شاء الله في الأيام القادمة، هي محاولة بائسة من قبل غلاة المستوطنين حتى لا يكون للفلسطيني مكانا تحت الشمس. ولذلك كل الفلسطينيين اليوم في بيوتهم، في الشوارع، في رام الله وفي القدس وفي كل المناطق، ربما في جنين اليوم لن يكون هناك احتفالات بهؤلاء الشبان الذين عادوا إلى أسرهم بسبب الاجتياح الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي، والشهداء الذين ارتقوا 4 شهداء في مدينة جنين ومخيمها. لكن ستستمر الأفراح لدى الفلسطينيين على الرغم من كل المعاناة، على الرغم من الألم الذي يعتصر قلوب جميع الفلسطينيين. تبقى معنا لو سمحت سيد جهاد حرب، سننتقل من جديد إلى الزميلة الناشطة الصحفية أسيل عيد. على ما يبدو الأسيرة المحررة نورهان عواد معها. نعم، نحاول أن نأخذ رسالة من نورهان، ولكن يعني لا يمكن أن نفوت هذا الحضن، حضن والدة الشهيدة هدي العواد مع الأسيرة المحررة نورهان. يعني هذا الحضن المليء بالمشاعر. نورهان تقدر تعطينا كلمة لو سمحتي؟ تعطينا كلمة؟ طبعا تفضلي أعطينا كلمة أنت على الهواء. أول شيء بنترحم على أرواح الشهداء بغزة، ودعائنا وقلوبنا دائما لأهل غزة، واللي بيصير بغزة هو دمار ركام، إلا أنا من بين الدمار والركام وسفك الدماء اللي بصير، طلع شعاع نصر بهاي الصفقة، وتجلى بهاي الصفقة بتحرير الأسرى والأشبال، وإن شاء الله راح بتكمل بحرية كل الأسرى المعبلات وبحرية فلسطين إن شاء الله. بدنا كلمة منك لأهالي غزة. لأهالي غزة، ربنا ينصركم وقلوبنا معاكم وربنا معاكم، الله يعينكم إن شاء الله. ما شاء الله بتكون بوادي هاي الهدنة، إن شاء الله تكون هدنة نهائية والحال والنصر لأهل غزة. حالتا تحكي لنا كلمة منك لو سمحتي. الحمد لله رب العالمين، فرحة اليوم بنورهان لا توصف، الحمد لله رب العالمين. مش مسكر هدنة أنت، أنا وانا عندك حبيبي. الحمد لله. يلا بشوف ستنا. تهنوا.
إذن هذه المشاهد وصور مباشرة وهذا التصريح الذي استمعنا إليه للأسيرة المحررة نورهان عواد للميادين بعد ترحمها على أرواح الشهداء في غزة، وصفت الانتصار أو الإفراج ضمن صفقة التبادل بشعاع النصر الذي انطلق من صبر الأهالي في غزة، وهذا يعني يختصر فعلا عنوان المشاهد التي نتابعها في حالة الفرح والمنجز الكبير في أن نرى أسيرات وأسرى أطفال أشبال يعانقون الحرية. نورهان عواد واحدة من الصور التي تعبر عن ما وصفته بشعاع النصر الذي انطلق من صبر الأهالي في قطاع غزة المحاصر، ونراه تباعا بهذه الصور المؤثرة والكبيرة في دلالاتها للحظة لقاء الأسرى المحررين بذويهم. نحن نشاهد صور الأسيرات، وهناك أيضا 33 أسيرة من الأطفال والأشبال الذين ضمن لائحة الدفعة الثانية من صفقة التبادل ضمن الهدنة المبرمة لمدة 4 أيام. إذن هذه الصور مباشرة كنا نتابعها لمنزل الأسيرة المحررة نورهان عواد، نقلتها لنا وحاورتها الزميلة أسيل عيد، وستبقى معنا. سيد خالد صادق، إذا كان لديك أي تعقيب. دعيني أوجه كلمة دائما من أن تحاصرها قوات الاحتلال أو يمنعها من نقل الصورة، هي اليوم تنقل فرحة الشعب الفلسطيني، تنقل لحظة الانتصار رغم كل محاولات الاحتلال الصهيوني لحجب الصورة وحجب صورة الميادين، لأنها صورة صادقة تنقل الحقيقة إلى العالم. ثانيا، نحن نقول للأسرى والأسيرات الذين تم الإفراج عنهم أن غزة دائما تجسد وحدة الساحات الفلسطينية تقدمه لأجل شعبها الفلسطيني، وأن هذا من باب الواجب الذي الملقى على المقاومة الفلسطينية، والذي يعني تقدمت الكثير من التضحيات. طيب، من أجل سامحني سيد خالد صادق، لكن مضطرون للذهاب إلى البيرة حيث وصلت حافلات الأسرى المحررين إلى هناك، ومباشرة إلى الزميل محمد العبد. نعم، بالفعل يعني في هذه الأثناء بدأ الأسرى بالوصول إلى محيط بلدية البيرة، لكن الأعداد حقيقة كبيرة جدا. كثافة الأعداء، لكن يعني هم بدأوا بالوصول وبدأت الهتافات التعالي مرحبة بالأسرى الذين بدأوا بالوصول بعد يعني رحلة طويلة حقيقة هذا اليوم خاضوها. انتظروا حوالي 5 ساعات في سجن عوفر، يعني حاول الاحتلال تأخير خروجهم قدر الإمكان، لكن هناك أعداد كبيرة من الأهالي يعني استمروا في الانتظار بالرغم من برودة الطقس وتأخر الوقت ويعني قنابل الغاز الكثيفة التي ألقيت على الأهالي أثناء تواجدهم في محيط سجن عوفر. بالرغم من كل هذه المعوقات، إلا أن الأهالي انتظروا ليشهدوا هذه اللحظة التاريخية حقيقة لكل واحد من هؤلاء الأسرى، الذين لكل واحد منهم أيضا حكاية مع ذويه قبيل اعتقاله وأثناء اعتقاله. ننتظر لنرصد لكم يعني لحظة انتقاء هؤلاء الأسرى بذويهم. من بين هؤلاء الأسرى على الأقل أسير واحد مصاب بالرصاص الحي في رأسه، يعني بقية الأسرى كما تعلمون وكما ينص الاتفاق هم من الأسرى الأطفال، وبالتالي نتحدث يعني عن حالة خاصة لهؤلاء الأطفال في سجون الاحتلال، ومعاناة مضاعفة ومركبة يعيشها هؤلاء الأطفال داخل سجون الاحتلال. بعض هؤلاء الأطفال دخلوا يعني أطفالا، واليوم يخرجوا يعني بعد سنوات من وجودهم داخل سجون الاحتلال. إذن يعني ما يشبه زفة لهؤلاء الأسرى،
طيب محمد، إلى حين أن نرى الحافلات تصل ونحن نرى هذا الاستقبال الكبير والتوافد، في مجموعة من الأعلام ترفع فيما نشاهد بعضها لكتائب القسام، يعني تقربنا أيضا من صورة الأعلام المرفوعة في هذا التجمع في البيرة حيث أنت؟ نعم، يعني هنا نشاهد الأعلام الفلسطينية، أعلام حركة حماس وأعلام كتائب القسام، واللافت أيضا هنا أننا نشاهد علما لحزب الله اللبناني يرفع وسط كل هذه الرايات. يعني أيضا شاهدنا قبل قليل أعلام لحركة فتح، وفي مفتس جن عفر شاهدنا أعلاما لحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. يعني الأهالي هنا يقولون بأنهم يعيشون وحدة وطنية حقيقية، لكن أيضا هناك دلالات يعني كان الوحدة الوطنية أو حتى رفع علم المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله في هذا التجمع في البيرة في رام الله، طالما نتحدث عن احتفال شعبي ومراسم استقبال شعبية للأسرى المحررين، ترفع أعلام المقاومة في فلسطين وعلم حزب الله من بينها، هذا يكتسي دلالة وأهمية أيضا لا سيما في الموقع وبالنسبة لمثل هكذا حدث، وهذه أيضا إشارة لافتة ومهمة كما نقلها زميل محمد العبد من هذا التجمع أمام بلدية البيرة في الضفة الغربية. محمد، يفترض مسار الحافلات أن يصل إلى هذا الاحتفال، ومن ثم ما الذي سنراه؟ يعني نحن لن نشاهد الحافلات، الحافلات وصلت إلى آخر نقطة تستطيع الوصول إليها على بعد نحو 300 متر حيث أتواجد الآن، لكن تستطيع الوصول بسبب كثافة الأهالي الذين يتواجدون في هذه المنطقة. يعني كما أشاهد يبدو أن الحافلات بدأت بإنزال الأسرى وسيأتوا مشيا إلى هذه المنطقة، لكن هم يعني يسيرون ببطء شديد. يعني هناك الأهالي يعني يحاولون السلام على كل هؤلاء الأسرى، النظر إليهم وقد عانقوا الحرية بعد يعني شهور وبعضهم سنوات مريرة خلف قضبان الاحتلال. يعني نتحدث عن أعداد لربما هي قليلة إذا ما قرنت بالعدد الكلي للأسرى، لكن دلالة خروج هؤلاء الأسرى في هذا التوقيت وضمن هذا الاتفاق مع الـ يعني هذه اتفاق الهدنة الذي وقع بين المقاومة والاحتلال، يعني الشارع الفلسطيني هنا في الضفة الغربية يعني يتفاعل بشكل كبير جدا مع موضوع إطلاق سراح الأسرى. بالأمس في مدينة نابلس كان هناك أسيرتان تم إطلاق سراحهما، وصلتا إلى مدينة نابلس في وقت متأخر جدا، يعني المسافة من مدينة رام الله إلى مدينة نابلس تستغرق في هذه الأوضاع نحو ساعتين، لكن بالرغم من تأخر الوقت خرجت حاشدة جدا في مدينة نابلس لاستقبال هاتين الأسيرتين، وهذا متوقع أن يتكرر هذه الليلة. نتحدث عن أهالي أسرى من مدينة جنين، مدينة نابلس، قلقيلية، والكرم والخليل وبيت لحم. من المهم أن نشير فقط زميل محمد العبد إلى أن إسراء الجعابيس الآن في تداول لصور على مواقع التواصل الاجتماعي، أسيرة محررة تعانق الحرية بين أهلها وذويها رغم كل محاولات الاحتلال للتعتيم على الصورة. صورة إسراء الجعابيس محررة الآن يعني تحفل بها مواقع التواصل الاجتماعي. إسراء الجعابيس الأسيرة الأيقونة أضافت اسما على قائمة الأسماء الشرف والألقاب التي حازتها الأسيرة المحررة إسراء الجعابيس، محررة بإنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية بعنوان طوفان الأقصى. إسراء الجعابيس التي تحملت الألم ووجع الحروق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بكل جسدها. إسراء الجعابيس التي فقدت أطراف أصابعها. إسراء الجعابيس التي حرمتها قوات الاحتلال من أن تحوز العلاج المناسب لحروقها وأدويتها وحاولت منع خروجها. إسراء الجعابيس حرة بإنجاز كبير للمقاومة
بانتظار هذه الصور. هذا خبر كبير نعطيه كل الأولوية والاهتمام كما كل باقي أسرانا المحررين، لكنه واحد من العناوين الكبيرة. الصورة يا إسراء خرجت وهي الآن يعني تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي. لا يمكن حجب صورة الانتصار والحرية. هل يمكن إخفاء عين الشمس بغربال؟ هكذا الأمر مع صور أسرانا المحررين الآن يعانقون الحرية بقوة المقاومة، قوة السلاح وقوة التفاوض أيضا، فيما نشاهده إنجازا مباشرة على الأرض. والتعليق أسمعه منك سيد خالد صادق. يعني لا أعرف، هذا الاحتلال الذي يدعي أنه يملك جيش لا يقهر يخشى من بث صور ويخشى من فرحة الفلسطينيين ويحارب فرحة الفلسطينيين ويحاصر بيوت الأسيرات الفلسطينيات في القدس ويمنع مظاهر الاحتفال. هل هذا يمكن أن يحقق انتصار؟ هل هذا الجيش الذي يقال عنه أنه جيش لا يقهر يبحث عن فقط منع فرحة الفلسطينيين؟ يعني بالفعل يعني هذا احتلال واهن، احتلال يخشى حتى أن يرى الفلسطيني وهو يبتسم وهو يفرح، لذلك هو يقدم على منع الصورة. نحن نشعر بإسرائيل جعبية بين أيدينا حتى وإن لم نكن نراها، لأننا ندرك تماما أن الاحتلال يحول بيننا وبينها، لكن كل هذه العوائق التي يضعها الاحتلال لن تحرمنا من فرحتنا بالإفراج عن إسرائيل جعابيس وعن الأسيرات الفلسطينيات الذين تحررنا من سجون الاحتلال الصهيوني. وكما تحدثتم قبل قليل نتمنى أن نرى السجون وقد يعني ابيضت تماما من كل الأسرى الفلسطينيين. اسمحنا نسمع أسراء الجعابيس الآن مشاهدينا، هذه مقابلة مباشرة مع قناة فلسطين اليوم. عقاب المورس بحقكم أنتم كأسيرات. أنا بحكي لك لو ولد صغير يطبشني حجر بالطريق بدي أحكي له روح يا شاطر روح. تمام؟ شوفي تفاهة الدولة إلا وين بتوصل، إنه بنات صغار بغرفة تراكتهم وهم عم بيبكوا. ليش؟ لأنه تعرضوا لأشياء كثيرة بالسجن بنات صغار. أنا بحكيش عن بنات كبار، نسيكي، بنات صغار تعرضوا لأشياء بتنشافش، ما بتنشاف. زادت هاي الممارسات في ظل الحرب؟ جداً كيف؟ يعني نحكي انه من وقت ما صار الشيء يعني، واول يوم اعتقلوا اخذوا البنت على الزنزانه مرح بكير، وتتالت السحب على الزنزانه اسيرات اخريات. ولكن في نفس اليوم الاول اللي هو تم رش الغاز فيه للاسيرات، رشوا الغاز في غرفه مجاوره لغرفتي، ويوميها صار عندي التهاب رئوي. أنا من أسبوع وجاي لما صدري ارتاح، بس هذا هو. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمكم. شكرا لكم. لو سمحتوا شكرا. أنا كل الصحافة عزيزكم عشان نعم. إذا استمعنا إلى ما تحدثت. إذا مشاهدينا إسراء الجعابيس الأسيرة المحررة بين ذويها بإنجاز كبير للمقاومة الفلسطينية. إسراء الجعابيس كانت تنقل جانبا من ويلات وعذابات الأسر وأيام سجون الاعتقال، وتحدثت عن درجات التعذيب. ها هي بنت جبل المكبر في القدس المحتلة تعانق الحرية. وأنتقل إلى زميل محمد العبد أيضا، حمزة العبد. إذا أنتقل الآن إلى الناشط حمزة العبد من البيرة ليطلعنا على أيضا المشاهد حيث هو ونحن نتابع، كنا وسنعود ونتابع هذه الصور للتاريخ. صور للتاريخ. إسراء الجعابيس محررة من جبل المكبر، الآن واقع الأمر على الأرض بأنها محررة بإنجاز كبير للمقاومة. حمزة تفضل. مساء الخير. ألو حمزة، أنت على الهواء ونسمعك بشكل جيد وواضح. مساء الخير جميعا، مساء الخير لأمتنا العربية، مساء الخير لغزة، وتحية معطرة بدماء شهدائنا من غزة إلى جنين إلى بلاطة. ما نشهده اليوم حقيقة هو يوم من أيام الله كما وصفه الشهيد
محمد الجعبري هو الوعد الصادق الذي وعده السنوار ما بعد سيف القدس، وكما قال بأن ما بعد سيف القدس ليس كما قبله، وهو وعد صادق الآن يتحقق. الحقيقة أنا من وسط قام الله أقدم التحية لدماء شهدائنا في قطاع غزة، ولولاهم جميعا، لولا شهداء العبور وشهداء أطفالنا وأشلائنا، والآن مع وصول حافلات التي تقل أبنائنا وأطفالنا الذين كانوا في سجون الاحتلال، ويستقبلهم أيضا أطفالنا ومعظمهم من الأسرى المحررين صغار السن الذين نكل بهم الاحتلال كما هو عادته. نقول بأن هذا الثمن غالي، ثمن هذه الفرحة غالية جدا، قدمتها غزة العزة، قدمتها جنين المقاومة، مخيماتنا في الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها، قدمتها اليمن الشقيق، قدمتها ربوع لبنان وجنوب لبنان، قدمتها العراق. هذا الثمن هو ثمن غالي، ثمن تحرر فلسطين، ونحن نعدكم بإذن الله كما وعدتنا المقاومة. ونحن مدخل فنقول بأن بث الميادين وبث القنوات القادمة سيكون من القدس الشريف محررة بإذن الله. ونحن نتابع هذه الصور، تبقى معنا سيد حمزة العبد مباشرة من البيرة، الاحتفالات والتجمعات والاستقبالات والاحتفالات الشعبية بالأسرى المحررين. نحن نتحدث أن الساعة الآن حسب توقيت القدس تلامس 2 فجرا، وكأننا في الساعة 8 مساء، الناس متواجدة وبزخم، والصوت يعلي بالهتاف فرحا واستقبالا واحتفالا بالأسرى المحررين، وأيضا أعلام المقاومة الفلسطينية، وكذا نشاهد أعلاما للمقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله في هذا التجمع بالبيرة. الصوت يهتف للمقاومة، والمنجز نراه على الأرض للمقاومة، وعنوان غزة العزة بالتضحيات وببسالة وصمود الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة نراه منجزا على الأرض. أي دلالة سيد حمزة لمثل هكذا مشهد في البيرة؟ مرة ثانية، دلالات المشهد في البيرة حمزة العبد، أخ حمزة. حقيقة لا يمكن وصف هذا المشهد، هذه حقيقة مشهد يختلط بمشاعر مختلطة ما بين الحزن والأسى على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وعلى شهداء الأكارم في الضفة الغربية أيضا، لكنه بنفس الوقت أن الاحتلال دائما ما يحاول أن يوقف علينا فرحتنا برغم صغرها وبرغم ثمنها الغالي، إلى أننا نقول أن هذه مسيرات بيعة، هذا التجمع هو بيعة للنهج المقاوم السليم، للنهج الثوري السليم الذي سيقودنا بإذن الله إلى تحرير كامل أرضنا العربية، ليس فقط فلسطين، كل أرضنا العربية ستصبح خالية من كل القواعد الأمريكية. حقيقة لا أستطيع الوصف، لأنه بالنهاية نحن بشر، نحن تختلط المشاعر. عندما سمعت بأن الأسيرة المحررة الحزينة التي تشبه فلسطين إسراء الجعبيط هي بين أهلها، ونقول يا إسراء من خلفه رجال المقاومة في القسام وسرايا القدس وكتائب أبو علي مصطفى وعمر القاسم وجموع وكتائب الأقصى، من وراءه رجال الرضوان، من وراءه أنصار الله في اليمن، بالتأكيد لن يتجرأ الاحتلال مرة أخرى على صناعة ما صنعه. ونقول أيضا بأن مهما يكون الثمن سيبقى الشعب الفلسطيني يقود الثورة في العالم، على مستوى العالم سنبقى نحن أيقونة الثورة العالمية وخلف كل أحرار العالم. شكرا جزيلا لك أخ حمزة العبد، ونكون ونبقى معك تباعا في هذه المواكبة وهذه التغطية. العين ستبقى على هذا الاحتشاد في البيرة ومشاهد التي تأتي للحظة وصول الأسرى المحررين بهذه الدفعة إلى ذويهم والتقاء عوائلهم وأيضا احتفاء بهم. كنا نشاهد صور أسراء الجعابيس، سنعود لعرض هذه الصور وكذا المشاهد حيث هي في البيرة. مشاهدينا نكمل معكم هذه التغطية، الصورة ستبقى على البيرة وعلى باقي جغرافيا أرضنا المحتلة فلسطين، لا سيما في مدن الضفة والقدس، رغم مضايقات الاحتلال احتفاء بتحرير هذه الدفعة من الأسرى. على أن يكمل معكم الزميل أحمد شلدان هذه التغطية.